سلام المسيح أخويا كريم، أنت ميوت. أنا مش سامع صوتك، بس أنت شايف حضرتك ميوت. سلام ونعم لك جناب القسيس، أشكرك لاستضافتي في هذا البرنامج والرب يبارك حياتك ويعطيك الصحة والسلام. دايما امتياز وشرف ان احنا نخدم الرب مع بعض اخ كريم، وخاصة انت من الشخصيات الرائعة اللي بتقدم مش بس توعية عن الاسلام، لكن كمان الرب بيملى قلبك برسائل روحية وكلام رائع. الرب يستخدمك ويباركك، واكيد انا واثق تماما ان الرب هيباركك في كل اعمال يديك. وكمان في الحلقة دي أنا برحب بالكل. أنا عارف أني المفروض نعمل تكبيس على الشاشة عشان تثبيت البث، لكن خلينا نرحب بيكم من قناة الأرامية، وبنشكر قناة الأرامية اللي بتتاح لنا الفرصة أن احنا نقدر نوصل رسالة المسيح. حلقة اليوم من إعداد أخونا المبارك الأخ كريم الإيراني. البرنامج أنتوا عارفين ما بين الشريعة والنعمة، والحقيقة البرنامج والعنوان، بعنوان البرنامج واسم البرنامج بيعبر عن الفرق بين الشريعة. على فكرة نتكلم عن الشريعة، مش بتكلم عن الشريعة الإلهية، لكن هناك شرائع كثيرة وشرائع شيطانية. أي شريعة ليست من الله هي شريعة من الشيطان، ده حاجة معروفة تماما. لكن نشكر الله لأنه حتى حسب الشريعة إحنا مدانين، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا. لكن نشكر الله من أجل نعمته العظيمة الرائعة التي أعطاها لنا في المسيح يسوع، وعشان كده بالنعمة نحن مخلصون، مش بأعمالنا، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. والله دائما بيبحث عنك أخويا العزيز، لو كنت لسه بعيد عنه، أو لو كنت بتعبد آلهة غريبة، أو كنت أنت مخدوع، الرسالة والدعوة ليك في مستمرة انك تيجي وتعرف الرب يسوع المخلص. العنوان بتاع الحلقة زي ما كان موجود قدامنا، عن مصادر الوحي او يعني مصدر الوحي. ويمكن انا عارف الاخ كريم محضر حاجات كتيرة عن مصدر الوحي، لكن السؤال الأول، أنا بتكلم يا إخوانا، أتمنى كده أن كلنا نعمل مشاركات، نشارك الحلقة مع أصدقائنا، وكمان نحاول نثبت البث. إحنا لسه 3000، لو قدرنا نوصل زي ما أخويا كريم دايما بيقول، هو إيمانه أكبر مني شوية، أنا بقول 5000، هو دايما يقول لي خليها 10000. فبتمنى كده، إن أنا واثق في كرامكم ومحبتكم. فأخويا كريم أهلا بيك، وخلينا بس مع بعض ندردش شوية. لو عايز تقول حاجة قبل بداية الحلقة أو تشجع الناس تعمل لايكات، أنا عارف أن الناس كتيرة بتتابعك والرب يباركك. حقيقة مصدر الوحي في الإسلام، ده عنوان الحلقة. شكرا للإعداد. شكرا لك غستابت، وأهلا بكل الحبايب اللي موجودين معنا. الرب يبارك حياتكم حبايب الرب ويعطيكم الصحة والسلامة. يا ريت تكبس على الشاشة ونشير الحلقة مع الآخرين لكي أكبر عدد يشاهد هذه الحلقة، علشان نبدأ في هذا الموضوع ويجون يعرفون موضوعنا على ماذا نتكلم. وموضوع اليوم هو من برنامج ما بين الشريعة والنعمة، برنامجكم الأسبوعي اللي يأتيكم في يوم الجمعة الساعة 3 مساء بتوقيت ميشيغان. هذا البرنامج اليوم عنوانه حقيقة مصدر الوحي في الإسلام. من أين جاء الوحي؟ من الذي اخترع الوحي؟ وهل بالفعل هناك وحي؟ ما هو المصدر لهذا الوحي؟ هل المصدر ثابت أم متغير؟ هذه المواضيع راح نتكلم فيها في هذه الحلقة، فياريت نشارك الحلقة مع الآخرين. وتكبيس مهم جدا حبايب الرب، ياريت نكبس نوصل الحلقة حد أغلى 10000 يعني قبل لا نبدأ، لكي الحلقة تطلع ترند والحبايب أيضا يشاهدون هذه الحلقة. وانت بتتكلم عن فكرة حقيقة الوحي، وهل كان في وحي ولا لا، ده كان سؤال في ذهني، لكن انت بتفكرني بقصة. يعني واحنا بنتكلم اخواننا الاعزاء، واحنا بنتكلم على فكرة حتى القصص هيكون ليها هدف، لكن واحنا بنتكلم زي ما قال اخويا كريم، يا ريت كده نشجع بعضينا وايدينا على البث كده، نشارك على الصورة الموجودة الكبيرة قدامنا. خلينا نعمل تكبيس او لايكات وكمان مشاركات. لكن انت ذكرتني بقصة اخويا كريم، في شخص
أعرفه كويس جدا جدا، بس أنا ما بحبش أذكر أسماء. الشخص ده من الجماعات المتحررة، الجماعات المتحررة اللي هم مش بيؤمنوا بوحي، مش بيؤمنوا بفكرة الوحي. هو للأسف شخص المفروض يكون بيعلم الكتاب، لكن الشخص ده حط اسمه على كتاب، الكتاب بيفرغ الكتاب المقدس من معناه. يعني عملوا كده ترجمة ونسخة، بدلوا كلمة القدوس بالنذير ولا المنذور، وبدلوا كلمة ابن الله، فبدلوا حاجات كتيرة جدا جدا في الكلام ده. ولما حط اسمه على الكتاب قالك لا لا لا، ده أنا مش مشارك في الكتاب ده، رغم أنه هو كاتب مقال عن الكتاب والقصة دي. فكمان لما يكون واحد بيتحط اسمه على الكتاب وبينكر صلته بالكتاب، دي كارثة. أنا بقول القصة دي ليه؟ لأني في القرآن بنلاقي كل المسلمين بيؤمنوا أن الوحي نزل على رسول الإسلام، ورغم أنهم كلهم بيقولوا أن الوحي نزل على رسول الإسلام، في أكثر من حاجة، حاجات في السيرة النبوية بتقول أن رسول الإسلام لم يكن متأكداً أنه تلقى وحي. الحاجة الثانية، حتى داخل القرآن نفسه، القرآن وإله الإسلام بيقول عن رسول الإسلام أنه كان في شك، لما بيخاطبه في سورة يونس 94، إن كنت في شك فيما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لو أنا شاكك أن الكتاب ده لو كلمة الله، هتبقى كارثة بالنسبة لي. ليه أؤمن بيه لو أنا مشاكك فيه؟ الحاجة الثانية، لو أنا كاتب كتاب وشاكك أن اللي كاتبه ده مش حاجة صحيحة أو حاجة تفيد المجتمع، فالسؤال أي نفع للبشرية أنك تكتب كتاب أنت مش واثق أنه هو كتاب صالح أو كتاب كويس؟ فرسول الإسلام ما كانش متأكد من الوحي، كان بيشك في الوحي، كان بينسى الوحي، لأنه جات له الصورة أن قراءك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وفي مكان تاني أن ننسخ آية أو تنسها نأتي بأحسن منها أو مثلها. أنا أعتقد أن عندك كتير وأكتر من اللي أنا بقوله ده في برنامج النهاردة عن الوحي. إحنا تقريبا جربنا على 10,000. طيب خلينا واحنا بنعمل لايكات وبنشارك، خلينا في الاول نطلب بركه الرب على البرنامج وعلى الحلقه، ونستخدم اخونا كريم استخدام رائع واستخدام قوي لمجد اسم المسيح. اخونا كريم، تحب تقودنا في الصلاه؟ امين. يا رب يسوع المسيح، يا الهنا الصالح، الهنا الحبيب، كم نشكرك ونباركك على هذا الوقت وهذه الحلقات من قناه الاراميه. أرجوك يا رب يسوع المسيح أنك تستخدمنا لمجد اسمك. أرجوك يا رب يسوع المسيح أنك تحافظ علينا لا كلمة خادشة تخرج من أفواهنا. أرجوك يا رب يسوع المسيح تستخدم هذه البرامج وطاقم قناة الأرامية والخدمة والحبايب اللي يشاهدون من هذه القناة لمجد اسمك المبارك القدوس. أرجوك يا رب أنك تفتح الأذهان والعقول لتلقي هذه الكلمات لكي يعرفون الحق والحق يحررهم. باسم الرب يسوع المسيح أصلي. آمين. آمين. أمين. شكرا أخ كريم. طيب وإحنا النهاردة بنتكلم عن الوحي، وإحنا خلاص جربنا على 10,000. أنا بتمنى أن إحنا نستمر عشان نقدر نوصل بس 100,000 في أقرب فرصة. لو قدرنا نوصل لأكثر من كده يبقى رائع، كل ما نوصل البس بيثبت. غير كده لو شاركنا كمان الفايدة بتعم، والفايدة بتكون لناس كتيرة، فريت نشارك لأصدقائنا. وكمان أكيد الأخ كريم بعد ما يقدم الموضوع وبعد ما يشرح الموضوع هيكون لنا مشاركات، فإحنا بنرحب بالمشاركات من إخواتنا المسلمين، من أي حد لو أسئلة كمان في الموضوع يبقى رائع جدا جدا، نقدر الأخ كريم أو أنا نقدر نجاوب على أسئلتكم. فكده ساعدونا بالمشاركات في البث، وخلينا نبدأ. أخويا الرائع كريم، أنا عارف أن الموضوع كبير، لكن خلينا نتكلم عن المقدمة اللي حضرتك تتكلمها، وانت حاطط المقدمة تحت مفهوم النبي ومن أين يتلقى الكلام.
نعم بالفعل وردت في مصادر كثيرة ومنها السيرة الحلبية، وهي نقلت عن سيرة ابن إسحاق، وابن إسحاق نقل عنه ابن هشام. وبعد السيرة وردت أيضا في صحيح البخاري في أول باب، اسم الباب أول ما بدأ به رسول الله من الرؤيا الصالحة. وبدأ وورد أيضا في القرآن في سورة الغلم لجميع مفسرين المسلمين. هذه الحكاية هي شبه متفق عليها ما بين كتب إسلامية كثيرة، والحكاية هكذا تقول إنه محمد ذهب إلى غار اسمه غار حراء، فكان يتعبد في الغار، ونحن لا نعرف يتعبد من ويتبع من في غار حراء، وهذه نقطة غامضة جدا عندما يتطرق لها شيوخ المسلمين من هذه الأسئلة، حتى من المسلمين أنفسهم ماذا كان يعبد محمد، يقولون كان يتحنث. إذا سألت أكثر شو يعني تحنث، ما هو الكتاب اللي كان يتبعه، أي نبي كان في حياة محمد، محمد يعتقد هذا النبي من الله، قال لك لا تسأل عن هيك أشياء، القرآن لم يوضح لنا هذه الحكاية. كان محمد يتحنث في الغار حسب ما يقولون، يتحنث يعني يتعبد في الغار وما نعرف ماذا يعبد، وظهر له كائن حي كما هو قال، لم لا, لا, لا أحد شاف هذا الكائن ولا أحد يعرف هذا الكائن كيف شكله، هو تغير شكله فيما بعد راح نتكلم عنه في المداخلات الجاية، بس الآن في هذا الغار هو ظهر له كائن حي، ومسك محمد من رغبته منه، خنق الرسول يعني، قال له أقرأ. الرسول قال ما أنا بغارق، فمسك مرة ثانية أقرأ، ما أنا بغارق، مرة ثالثة أقرأ، ما أنا بغارق، فغطه وضمه، غطه يعني خنق الرسول، حتى بدأ منه الجهد، يعني الرسول سقط على الأرض وأقمي عليه وكان يكاد أن يقتله. فمحمد جاء خاف، طلع من الغار وجاء خايف، وبعض الروايات تقول كان يبكي الرسول، بعض الروايات تقول كان يتراجف، يعني كان خائف أو يتراجف أو يبكي أو عينه تدمع. جاء إلى خديجة وقالها زمليني زمليني، القرآن كتبها زملوني ولكن هي زمليني بالفعل، زمليني زمليني، دثريني دثريني، على برد، يتراجف من البرد ومن الخوف يعني. سألت ما حصل؟ قال أعتقد يكون تابعا من الجن. من اللي قال هالكلام؟ محمد، أول كلمة نطقها قال أعتقد يكون تابعا من الجن، أنا التبس بي جن أو ركبني جن أو تشابه علي الجن، يعني مثل ما تقول اللمس من لمسة شيطانية. من الذي بعث محمد للغار؟ خديجة. زوج خديجة الأول، خديجة متزوجة قبل محمد مرتين، زوج خديجة الأول كان أيضا يدعي النبوة، وكان يذهب نفس الغار نفس المكان، يذهب ونفس المكان يتعبد. هي خديجة اللي بعثت محمد إلى هذا الغار، والحكاية كانت مدبرة لمحمد أنه يكون هو مرسل أو رسول أو وحي أو يدعي النبوة من هذا القبيل يعني. فعندما جاء إلى خديجة، خديجة قالت له ما بالك يا ابن عم؟ قالها إني أنا خايف، خايف في شخص ظهر لي وخنقني بالغار وغطني وهكذا غلغرة، وبعد ما أروح لهذا المكان أبدا. وعلى فكرة الرسول لم يزور هذا المكان مرة ولا مرة ثانية، المسلمين يوم يقدسون هذا المكان ويزورون يسمونه زيارات، بس الرسول في كل حياته لم يرجع لهذا المكان ولا مرة واحدة، يعني المفروض يكون مهبط الوحي المكان المقدس، المسلمين يزورون هذا، بس الرسول لا توجد عنه رواية واحدة أنه ذهب إلى غار حراء أو مر على غار حراء أو ذكر غار حراء بالأحاديث. بس في بداية الوحي استخدم هذا المكان أنه شخص ظهر له وجاء خديجة. فخديجة قالت له هل أنت خايف منه؟ قال نعم. قالت له ترى الآن؟ قال لا لا أرى، هو يروح يختفي ويرجع. قالت له أوكي، متى ما جاءك وبدأت تشوفه فقل لي علي لكي أشوفه، هل هو وحي أم شيطان؟ الناس سؤال يطرح، كيف خديجة تعرف الوحي؟ هل خديجة نبية؟ هل خديجة كانت تتبع نبي معين ومكتوب في كتاب هذا النبي إنه الوحي بهذه الطريقة يأتي؟ يعني هل في تعريف للوحي؟ لا يوجد. طيب خديجة كيف تعرف أنه وحي وليس وحي أم غير وحي؟ ما هو الجهاز اللي عند خديجة لكي تكشف لمحمد أن هذا وحي أم مش وحي؟ المفروض يكون عندها جهاز، ويسمى هذا الجهاز كاشف النبوة، لكي نعرف أي شخص متلبس بهذا الجن أو الشيطان، نخلي هذا الجهاز على جسمه ونشوف الحرارة مرتفعة أو برودة أو جسمه علشان نعرف أنه نبي ولا مش نبي. قالت لا لا، إذا جاءك بس أخبرني وما علي. فالرسول مدثر بالغرفة ويتراجف تحت البطانية وصرخ مرة واحدة جاءني جاءني. فأجت خديجة قالت له جاءت؟ قال هنا.
قالت له اوكي، شالتها من مكانها، قالت له تعال اقعد على فخذي الايمن. جلس الرسول على فخذه الايمن، قالت له ترى؟ قال نعم موجود بالغرفه. خديجه ما ترى، محمد يرى شيء تخيلاتي بالغرفه، ترى؟ لا ما ارى. طيب ليه ما الوحي تكلم معهم؟ ليه ما تكلم مع محمد وقال له يا محمد لا تخاف انا وحي واسمي فلان ومرسل من الله. الوحي صامت، محمد ترى؟ ارى. يرى خيالات تخيلات بالغرفه. اجلس على فخذ الايمن، جلس على فخذ الايمن. اجلس على فخذ الايسر، جلس على فخذ الايسر. ترى؟ ارى. ما زال موجود؟ ما زال موجود. قلت لك بالوسط بين الايمن والايسر، جلس بالوسط الرسول، ترى؟ نعم ارى وموجود. الحديث يقول بدات تتحلل. طبعا العلماء المسلمين يستحون من هذا الموضوع، قال لك نزعت الخمار ونزعت الحجاب. الامراه بيتها ما بتتحجب، يعني حتى لو كانت اليوم مسلمه، خديجه قبل الاسلام، بس حتى اذا كانت مسلمه اليوم والخوات المسلمات يسمعون هذا الكلام، الامراه في بيتها ما تتحجب، هي مع زوجها، بس هي وزوجها، تتحجب ليه؟ فما كان حجاب الموضوع، هي بدات تتحلل، والحديث واضح، هي بدات تنزع ملابسها بالكامل. نزعت كل ملابسها. والرسول في حجرها، ترى؟ قالها لا ما أرى، هرب، مش موجود أنا. قالت له أثبت يا ابن عم إنه وحيا وليس شيطان. هذه أول بداية وأول كلمة ظهرت من خديجة، أن أثبت يا ابن عم هو وحي وليس شيطان. ولكن خديجة لم تكن مصرة على هذا الموضوع 100%، هي أعطت رأي، ممكن يكون وحي ممكن يكون شيطان، أثبت يا ابن عم وحيا وليس شيطان. محمد كان خايف، خذت محمد إلى ورقة ابن نوفل اللي هو شخص نصراني جاهل بالحديث في أمور كثيرة جدا في تعلق بورقة ابن نوفل. خذت لها ورقة بن نوفل وسألت ورقة، قالت له زوجي اللي هو ابن عمي محمد هيك حصل التلبسات ويقول وحي أم شيطان وأنا هكذا عملت. فقال له محمد غص علي شو اللي رأيت. حكى له الرسول إني أنا ذهبت لغار حراء وظهر لي كائن حي ما بعرف مين خنقني وقال لي أقرأ، قلت له ماني بقارئ. وجاءت لخديجة دثروني دثروني زملوني زملوني. قال لي قل لي تفاصيل الكلمات اللي قال لك إياهم الوحي. قال لي أغرق، قلت له ماني بغاري. قال لي أغرق ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اللي هي سورة القلم اليوم موجودة 4 آيات. ورغى رد علي قال هذا الناموس الذي نزل على موسى، هو هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، فأنت لا تخاف، أنت نبي مرسل من الله. مين اللي أيد هذا الكلام؟ ورغى بن نوفل. طيب هل ناموس نزل على موسى في شيء اسمه سورة قلم؟ هل في الناموس نزل على موسى أقرأ ماني بغاري أقرأ وربك الأكرم؟ لا يوجد. الناموس مش كلمات 4-5 كلمات، هي سورة العلم هي كلها 4 آيات قصيرة أصلا. ما في ناموس نزل على موسى بأربع آيات. موسى استلم لوحين الشريعة اللي هي الوصايا، والوصايا شو بتعمل شو لا تعمل، أمور أخلاقية. وشو أقرأ ماني بغاري وأقرأ؟ هل محمد كان ماسك بده ورقة؟ أسئلة كثيرة جدا، يعني في كتاب كامل للأسئلة في هذا الموضوع. هل جبريل عندما جاء لمحمد بيده ورقة يقول لمحمد اقرأ؟ المفسرين قال لك لا ما بيده ورقة. طيب هل محمد كان عنده ورقة مكتوبة يقول لمحمد اقرأ الورقة اللي بيدك؟ محمد ما كان بيده ورقة. طيب ما معنى ماني بغارة؟ المسلمين خذوها أنه رجل أمي، وهذه لا يثبت، لأن المسلمين اختلفوا على أمية الرسول، هو يقرأ وما يقرأ، البعض منهم قال يقرأ ويكتب، بعض منهم قال لا يقرأ ولا يكتب. هذا الاستشهاد الوحيد، لأن الآية القرآنية اللي تقول الرسول الأمي الذي يجي مكتوبا عندهم، هي تقصد أممي وليس أمي بتفسير الآية نفسها، ولكن هي هاي الوحيدة اللي يقولون علي أمي، وبعض المسلمين قالوا الرسول لا يقرأ ولا يكتب. طيب ما هي ممكن تكون أقرأ ما أنا بغارئ، كلمة ما أنا بغارئ ماذا أقرأ باللغة العربية تمشي، ما أنا بغارئ ما هو الذي أقرأه؟ فالجبريل ما عنده ورقة والرسول ما عنده ورقة. إذا كان يقصد جبريل ردد وراي يقول له ردد مش أقرأ، ردد أنا أقول كلام وأنت ردده. إذا كان تعويذات وكلام يعني هذه الكلام راح تصير نبي، ردد وراي مش أقرأ. فالحكاية كلها مرتبطة مع بعض. خذت ورقة، خذت له ورقة، ورقة لهذا الناموس الذي يأتي إلى موسى. بس خلي بالك قال أنا مش متأكد 100%، ممكن يكون خذت له ورقه قال انا مش متطان يتشطق صوره جبريل، ومش جبرائيل، جبريل كمان. اوكي ممكن اخذيه لابو عبد الله، في شخص اسمه ابو عبد الله يعرف بالسحر والشعوذه، خذي محمد هنا. خديجه تقول خذيته بس الحديث انقطع، ما نعرف شو اللي حصل.
هذه بداية الوحي في غار حراء، وبعدها بدأ الوحي. المفروض طبيعي، يعني من الطبيعي، وهذه أسئلة لحبايب المسلمين، المفروض أول ورقة بالقرآن تكون تعريف محمد، الورقة الثانية أو نفس الورقة يعني إضافة لهذه الورقة يكون تعريف الوحي. أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، اختارك الله لكي تكون إلى هذا القوم رسولا ونبيا ونذيرا، وهكذا الكلام الحلو اللي نجده بالأحاديث كثير جدا. وأنا الوحي اللي مرسل من الله، واسمي فلان، وجيتك أخبرك برسالة سماوية. المفروض هكذا لكي الناس تعرف، هذا كله مش موجود. هي كلمات أول ما نزلت، أقرأ ماني بغار، أقرأ ماني بغار، أقرأ بربك الأكرم الذي علم. مين اللي قال أقرأ ومين اللي ما يقرأ وشو معنى أقرأ؟ هي كيف تكون بداية وحي بهذه الطريقة؟ يعني كيف تكون بداية وحي بهذه الطريقة؟ هذه حكاية محمد اللي هي بداية من الغار. راح نتطرق إلى أمور تانية، وتغيير الوحي وتغيير الغار وتغيير الحكايات في المداخلات القادمة. تفضل بس. طيب، وانت بتتكلم اهلا اخوي احسن العراقي. اخونا احسن العراقي، اهلا وسهلا بك، تحيه لك وتحيه للاخ كريم ولكل الاخوه والاخوات العاملين بقناه الاراميه والمشاهدين ايضا. الرب يباركك اخوي حسين، ومشرفنا في البث، واكيد ربنا يستخدمك معنا. طيب، انا بس قبل ما ننتقل للمرحلة الثانية، أو لو الأخ كريم حابب الأخ حسين يأخذ مشاركة دلوقتي أو بعد شوية، أنا عارف أكيد أنك أنت حابب الأخ حسين يكون معنا، بس وأنت بتتكلم أنت جدا تأخرت عليكم شوي. لا أنت تشرف ياك. أنت أثرت بذهني مجموعة من الأسئلة أخ كريم. السؤال الأول، ليه خديجة، أو لو نتكلم باللغة العربية، لماذا أو كيف عرفت خديجة أن الذي جاء لرسول الإسلام هو ملك، عندما هرب هذا الشخص أو هذا الشيء، عندما تعرض خديجة، خلينا نتكلم بالمعنى البلدي كده، اللي هي ألقت خمارها، وطبعاً أنت قلت أن ما كانش الخمار هو الحجاب، لأن كان لسه عمرو بن الخطاب ما أسلمش، وما كانش غير في الوحي، وما كانش نزل آية الحجاب، لأن آية الحجاب نزلت بسبب عمرو بن الخطاب لما قال له ان بيتك نسائك يدخل عليهم البر والفاجر والكلام ده كله، فما كانش دي لسه نزلت، يعني ما كانش لسه المرحله دي. فاول حاجه، ازاي عرفت ان هو ملك مش شيطان؟ الحاجه الثانيه، مين يروح لمين؟ معلش انا بتكلم شويه باللغه المصريه، لكن من يعرف من؟ يعني أنا لو في حيرة، لو أنا إنسان عادي في حيرة، هل أنا أذهب إلى النبي لكي أعرف، أم النبي يذهب إلى العامة لكي يعرف؟ فعلى سبيل المثال، في حادثة في الكتاب المقدس عن شاول، لما شاول ضاع منه الأتن راح لمين؟ قال هلما نذهب إلى الرائي، والرائي هنا مين؟ النبي. فالنبي هو الذي يعرف الإنسان عندما يحتار الإنسان. دي حاجة. فإذا كان إخواننا المسلمين تقريبا، أو حسب فهمي، وأنت تصححني والأخ حسين يصححني، أنا حسب فهمي أن المسلمين بيقولوا لو كان شيطان كان وقف وتفرج على الوضع ده، لأن الملاك قدوس وطاهر، ما ينفعش يشوف المرأة في هذا الوضع. فده لما الاخوات المسلمين بيقولوا كده، فانا بسال السؤال الثاني، اذا كان الملاك قدوس او طاهر، فما بالنا بالله اللي هو القدوس؟ هيكون مين في الجنه والمسلم بيمارس الجنس مع 70 حريه او 72 حريه؟ الحاجه الثالثه اللي انا بسالها لاخواتنا المسلمين، او بقولها لاخواتنا المسلمين، وحضرتك انت ذكرته، ممكن يكون الشيطان، والشيطان انت قلت ممكن يظهر في صورة ملاك، والكلام ده كلام كتابي 100% في كورنثوس الثانية 11 عدد 14، بيقول ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. فهنا ممكن جدا جدا يكون ده الشيطان. وطبعا احنا من خلال الدراسات الإسلامية عارفين ان رسول الاسلام له حكايات مع الجن ومع الشيطان،
فكان الجن آمن والشيطان آمن وعفور آمن، فهو ليه حكايات مع الناس دي. فده ده حاجة من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. الحاجة الثانية النبي، وانت قلت ان المفروض يكون في القرآن اول حاجة يعرفوا ايه هو الوحي، يعرف بمحمد. لو احنا شفنا لكل الانبياء الحقيقيين هنلاقي مثلا على سبيل المثال لما جات النبوة لأرميا والله قال له دعوتك لتكون نبيا للشعوب، أرميا قال الله يعني أنا ما أقدرش إني ولد، فقال له لا تقل إني ولد، وابتدى يشجع ويقول له لأني من البطن عرفتك قدستك وجعلتك نبيا للشعوب. موسى لما الله دعا موسى، الله ظهر لموسى في العليقة وعرفه مين هو. فالله الحقيقي لما يرسل شخص برسالة بيخلي الشخص يتأكد أن الله هو الذي أرسله. وإحنا هنا قدام قصة ومصدر للوحي، بداية الوحي، إن رسول الإسلام مش عارف مين أرسله. أنا بس دي الأسئلة لو حضرتك تحب تضيف عليها تصححني فيها عندك إجابات، أو لو حابب أخونا حسين يكون معانا في المداخلة، أو لو حابب تاخد النقطة الثانية أو الأسئلة اللي موجودة عن الموضوع. تحب نمشي نقطة نقطة وناخد مداخلات ولا تحب نكمل؟ أكيد بس تعليق بسيط على السؤال وتقيير صيغة الوحي. الوحي هكذا قالوا للمسلمين كما حضرتك تفضلت، أنه استحى من جسم خديجة، والوحي لا يكون ينظر إلى أمرها بدون ملابس فيهرب. فخديجة من هذا الطريق، واسمه اختبار الوحي، قصة اسمها اختبار الوحي، هي اختبرته. إذا كان وحي وطاهر هو يهرب، وبالفعل هو هرب فهو وحي، وإذا كان يبغى موجود ويتفرج على خديجة فهو ليس وحي، هذه روح نجسة. هو نفس الوحي نفسه لم يتغير، راح نفخ في مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه، يعني استحى من شعر خديجة وما استحى من جسم مريم. تغير صورة الوحي تتغير في بالآن، يعني بين الحين والآخر. إذا كان يستحي هنا من خديجة لما استحى من مريم؟ وفي نفس الوقت هيكون في الجنة والمسلمين بيمارسوا الجنس مع الحريات. أيوة نقطة تانية. طيب تفضل أخوي حسين إذا عندك مداخلة على الوحي ومصدر الوحي في الإسلام. نعم أكيد. أنا عندي هون في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الملقن، الجزء الثاني صفحة 233، يشرح حديث بدء الوحي اللي بصحيح مسلم وبصحيح البخاري. حديث بدء الوحي اللي قال زملوني وانطلقت بي إلى القسيس، يقول وكان النبي في الغار يتعبد بشريعة عيسى، يعني كان نصراني. هاي أول نقطة. إضافة يقول إن الذي قال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى قال هو القسيس ورقة بن نوفل، ويقول ولكن القسيس ورقة بن نوفل لم يسلم، وقال ابن منده اختلف في إسلامه فقال بعضهم لم يسلم، وقال المرزباني كان ورقة من علماء قريش وشاعرهم وكان يدعى بالقس، وقال السهيلي كان وقال رأيت قال النبي حديث عن السهيلي قال رأيت القس يعني ورقة بن نوفل. وفي كتاب الزبير من حديث عبد الله بن معاذ عن الزهري عن عروة قال النبي عن ورقة بن نوفل كما بلغنا قال لقد رأيته في المنام ورأيت عليه لباسا أبيض، فقد أظن أنه لو كان من أهل النار لم أرى عليه البياض. ورواه الترمذي في كتاب الرؤية من جامعة من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عدوى عن عائشة قالت عروة عن عائشة قال سئل رسول الله عن القس ورقة بن نوفل إيش مكتوب القس، فقالت له خديجة أين مصيره، فقال النبي رأيته في المنام وعليه ثيابا بيض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. ثم قال حديث غريب، وعثمان بن عبد الرحيم ليس عند أهل الحديث بالقوي والحديث فيه ضعف، يعني الحديث اللي يقول ورقة لابس أبيض ويمكن بالجنة ضعيف يا كريم يا قسيس. ورقة لم يسلم. نعم لم برافو عليك، لكنه لم يسلم يقول لك البداية. وهذا الحديث اللي يقول حتى الحديث ضعيف ومحمد ما متأكد يقول يمكن بالجنة. طيب ليش
لأنه لم يسلم. ليش ما متأكد هو بجع السؤال؟ إذا هو كان يقول للنبي أنت نبي، لماذا لم يسلم؟ هنا السؤال، لماذا لم يسلم؟ ما عرف النبي. طيب لاحظ من أشعاره، خلينا نقرأ من أشعاره عن قصة وحي محمد، أشعار ورقة كما أوردها علي الأنصاري ابن الملقن في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح الجزء الثاني صفحة 233 شرح الوحي، نفس الجزء هاي من إسلام ويب، أنا دا أقرأ حسب الطبعة مالتهم. قال لاحظ، وكان يذكر الله في شعره في الجاهلية ويسبحه، ومن ذلك أقواله، يعني القسيس ورقة بن نوفل، قال يا للرجال لصرف الدهر والغدر، وما لشيء قضاه الله عن غيري، حتى خديجة تدعوني لأخبرها أمرا أراه سيأتي الناس من آخر، فخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعصر، بأن أحمد يأتيه فيخبره جبريل إنك مبعوث إلى البشر، فقلت على الذي ترجمنا يتجزأ لك الإله، فرج الخيل وانتظري، وأرسلته إلينا كي نسائله عن أمره ما يرى في النوم والسهر، فقال حين أتانا منطلقا عجبا يقف منه عن الجلد والشعر، إني رأيت أمين الله واجهني في صورة أكملت من أهيب الصور، ثم استمر، فكان الخوف يدعوني مما يسلم ما حولي من الشجر، فقلت ظني وما أدري أيصدقني أن سوف تبعث تتلو منزل الصور، وسوف أبليك إن أبليك، ركز، وسوف أبليك إن أعلنت دعوتهم من الجهاد بلا مر ولا كدر، ذكره بطوله الحاكم في المستدرك على الصحيحين، ذكره عقوب حديث ابن عباس السالف، قال والغرض فيه ما حدثني، ثم ساقه بإسناده. هنا مصدر الوحي قال سأبليك منه ورقة بن نوفل، قال أرسلته إلينا خديجة، وقال عن خبر سمعت به. منين سمع به؟ سمع به من الراهب بحيرة. ليش شباب؟ أنا أقول لكم ليش. محمد هنا عمره 40 لما ادعى النبوة. في السيرة النبوية لابن كثير جزء الأول صفحة 405 قال وكان الراهب بحيرة يخبر خديجة، قالت خديجة أمرني الراهب بحيرة أن أتزوج محمد قبل 20 سنة، أن أتزوجك، وقال لي إنك ستكون نبي عندما كان عمرك 20 سنة. فالورقة بن نوفل سمعها من الراهب بحيرة، وهون دي يقول سأبليك، فهو مصدر الوحي. لذلك في صحيح البخاري قال لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، وصعد النبي لشواهق الجبال لينتحر. يعني فقط لما مات هذا القسيس، كانت عائشة تقول وكان يترجم الإنجيل من العبرانية إلى العربية، ويكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، فلما توفى انقطع الوحي عن محمد. ليش هذا القسيس اللي ترجم الإنجيل من العبرانية إلى العربية لما توفى انقطع الوحي؟ خاصة القسيس في الحديث في صحيح البخاري حديث بدر الوحي قال إني سأنصرك. يعني هو كان يساعده، وهو كان يدعمه، وهو كان يطيل قصص. لما مات انقطع الوحي 2.5 سنين، وقيل 3 سنوات. سؤال، ليش لما مات القسيس الوحي انقطع؟ سؤال يحتاج جواب. ثم قلت اختبار الوحي يذكر بنفس الكتاب، قال واختبر في ثوب خديجة، في ثوبي خديجة الخلف والأمام، يعني طببت. قال والذي أخبرها بذلك الاختبار هو القسيس ورقة بن نوفل، هيك مكتوب. طيب اللي خبرها تسوى هذا الاختبار محمد هو ورقة بن نوفل، وقال لها إني أخشى أن يكون الكائن الذي أتاه غير جبريل، لأن بعض الشياطين تتشبه في صورة جبريل. إذن الفكرة ما فيها، هم غير متأكدين من هذا الوحي أبدا، غير متأكدين. حتى وقال كان لأن النبي كان يعتريه جن قبل أن يأتيه الوحي بمكة،
هذا كلام خديجة. شكرا حسوني شكرا. خلينا نحل المداخلات ونرجع لك مرة ثانية نكمل معك. شكرا أخ حسين. الحقيقة طبعا ده دي حديث وقصة معروفة، فكرة ان انقطاع الوحي بعد ورقة، لان ورقة كان مصدر الوحي، وورقة على فكرة هو اللي رتب زواج خديجة من محمد. والقصة معروفة ان حتى نفس ابو خديجة كان رافض ان هو يزوج محمد من خديجة، لكن لان ورقة كان عنده مشروع معين انه يعد محمد خليفة بعديه. وزي ما حضرتك قلت ورقة كان قص، لكن كان بيتبع حاجة أو بدعة أو هرطقة اسمها الهرطقة الأبيونية، والهرطقة الأبيونية بترفض ألوهية المسيح. عشان كده هنلاقي أن الفكر ده موجود في الإسلام. وطبعا فكرة في هذا الكتاب، في هذا الكتاب اللي قرأت منه هو يعلل، وابن العربي يشرحها أيضا في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن، قال وأما القسيس لما قال للنبي هذا الناموس الذي أنزل على موسى، قال لماذا لم يذكر المسيح؟ لأن النصرانية لا تعترف بأن المسيح نبي، بل يرونه أقنوم الكلمة الإبن من أحد الثلاثة أقانيم، الأب والإبن والروح القدس. فلذلك ورقة بن نوفل لم يقل له إنك هذا مثل ما أنزل على عيسى، لأن ورقة لم يكن يعتقد أن عيسى نبي، بل كان يعتقد فيه إله. هذا الكتاب نفسه عموما هي كان طبيعه كان تبع البدعه الابيونيه، فهو كان ما كانش المسيحيه الخالصه او النقيه او الكتابيه، عشان كده كان بيعد واحد زي محمد انه يكون بعديه. طيب احنا طبعا انا عارف انه المداخلات كتيره، وطبعا انت عارف انك انت ممكن تلاقي في الاسلام الشيء وعكسه، يعني في القران وفي الاحاديث وهتلاقي قصص كتيره الشيء وعكسه، لكن الحاجه الثابته إني أنه ليس كلام الله بل كلام حد تاني. وطبعاً إحنا يمكن في بداية الحلقة قلنا أي حاجة مش كلام الله هو كلام الشيطان، وتكلمنا عن كورنثوس الثانية 11 عدد 14 لما بيتكلم عن الشيطان يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فده طبيعي. عشان كده هو الشيطان بيخدع الناس. على فكرة هدف الشيطان الأساسي هو هلاك البشرية، ده الهدف، وعشان كده هو عايز ياخد أي عدد معاه. مش مهم تعمل ايه، مش مهم اي دين بتدين بيه، المهم تبعد عن حاجه مهمه جدا جدا، عمل المسيح الكفاره على الصليب. وده لب الاسلام. الاسلام ممكن المسيح يبقى هو اللي يقيم الموتى، يشفي المرضى، هو الذي يخلق من الطين كهيئه الطير وكل الكلام ده كله، لكن يجوا عند الصليب بيحاولوا ينكروا الصلب، لان الصليب هو انقاذ للعالم، انقاذ للخاطي. الصليب في الصليب فداء للبشريه الذي فيه لنا الفداء. فده الفكره الاساسيه اللي بيحاول كل دين يبعد الانسان عنه، وده فكر شيطاني. طيب احنا معانا ابو احمد، انا عارفه ان هو ليه لقب تاني رسول، بس مش رسول زي الرسول، لكن معانا ابو احمد، ومعانا كمان الغيور، اعتقد ان انا قريت الاسم صح. طيب احنا ما زلنا بنتكلم في الجزء او النقطه الاساسيه الاولى اخويا كريم عن ما هو مصدر الوحي. حضرتك اديتنا مقدمه رائعه عن مين هو النبي، وطبعا قلت لنا ازاي رسول الاسلام كان بيتعبد في غار حراء، وفكرة برهان الوحي على يعني من خلال خديجة، خلينا نقولها بالشكل ده. فأنا عارف إن عندك كتير عن مصادر الوحي، لكن كمان عندنا أخونا أبو أحمد، أنا أسيب الفرصة ليك، فلو حبيت تكمل أو لو حبيت تدي أبو أحمد أو أي حد، أنا عارف إنك هتدي الكل، بس أنا مش عايز أقطع الموضوع أو مش عايز أخلي حد ياخد مداخلة وأنت تكون عايز تكمل الموضوع بتاعك، عشان كده سايب الموضوع ليك. لا خلي ابو احمد يتكلم علشان هو عنده بث مفتوح اخر، ونكمل الفكره مع بعض يعني. طيب ابو احمد بنتشرف بيك، وطبعا انت في كل مره بتيجي بتثري البث وبتثري اللايف، الرب يبارك خدمتك ويبارك حياتك، تفضل. ربي يخليك، انا بتشرف فيكم، تحياتي لك اخونا كريم، تحياتي قسيسنا الغالي اخونا ثابت، تحيات اخ حسين اخونا الغيور. ربي يباركون، يبارك خدمة القناة على هالخدمة لتمجيد اسم الرب يسوع المسيح. أنا النقطة اللي بدي من كل حبايبنا المسلمين ينظروا له بعين
التجرد. لما كان الرسول عليه، أنا بقول عليه الصلاة والسلام احتراما لهم ولمشاعرهم أسيسنا الغالي، لما كان بغار حراء وإجاله هالكائن وغطه أول مرة عصره وتاني مرة وتالت مرة، واللي شافوا غار حراء بالعين المجردة هو مكان يكون فيه شخص أو بالزردة يكونوا شخصين. مين اللي أثبت لمحمد أول شيء من هذا الذي إجا وغطه؟ هي واحدة. واحدة الثانية لما بنشوف نحن مثل ما قال أخونا حسين وقال أخونا كريم أنه الوحي إجا على أفخاد خديجة، أنا آسف بهالتعبير كما مكتوب. لكن اللي بدنا نسأله هون أو اللي أنا نظرت إليه أسيسنا الغالي أنه الشخص بهديك البلاد ونحن بنعرف الصخر أو المغر أو الكهوف بتكون باردة، وباردة بدرجة أبرد من الجو اللي برا، والمكة درجة حرارتها ممكن تكون 40 و50. واحد قاعد بالبرودة برد وقاعد نام، قام مثلا إجا هالغط اللي شافه وطلع ماشي بالشمس، أكل ضربة شمس، راح لعند يعني قارن بتفسير سورة العلق الآية رقم 1 عم يسرد الرواية اللي حكاها أخونا حسين تقريبا كاملة. إجا وراح لعند خديجة، دسروني دسروني، واحد إجته حمى صار يهلوس من درجة حرارته، أخذته لعند ورقة وقالت له يا ابن عم انظر ما بال ابن اخاك، ابن اخاك قال له ما بالك، عم دغري هذاك اجوا هون بتفسير ابن كثير في شيء من التحريف، لانه اذا بناخذ الكلام نحن بنشوف في شيء عم يجمل ابن كثير النص. مين اللي اجا وغطوا بغار حراء؟ هل قال له انا جبريل ولا مين هذا الشخص؟ هي وحده. الوحده الثانيه لما مات ورقه بالنوفل والاسيس عرف عليه بيقول لك بالنص التفسير ما لبث أن مات ورقة بن نوفل حتى فتر الوحي على محمد، وأبو براح بده يرمي حاله من شواهق الجبال ويروح يجيبوه. برواية تانية بيقولوا جبريل اللي إجاء، رواية جبريل ضعيفة، أما هنن كانت الأشخاص، واحد بده يروح ينتحر، هل هذا إجاء وحي من الله؟ أي نقطة. بعدين منشوف أسيسنا الغالي أخواني المباركين في عنا نبوتين سواهن النبي محمد بحياته، وهو بعد ما عرف أنه جبريل ونزل القرآن راح على قوم بني قريدة بأحد المسلمين عم يزرعوا التمر، وقال لهم عم يلقحوا التمر العادي بيلقحوا شجر النخيل من بعضه، قال لهم لا لا تلقحوه ما بده تلقيه. لما أجى الموسم كل التمر طلع، هذا عم يقولوا له قالوا له يا رسول الله التمر تبعنا الموسم انضرب، قالوا له إيه انتم بتعرفوا هاي شغلتكم تبرم منها. انا بتمنى نبوه واحده تنبأ كمان وقت اللي فات على مكه، وقت اللي فات احتل وغزا مكه بالفتح مكه بعد ما اخذها فيه حديث بيقول بعد هذا لن تضام مكه ابدا. لكن منشوف الحجاج بن يوسف الثقفي رجمها بالمنجيق لمكة، وإجوا القرامطة وحتى سرقوا الحجر الأسود، وبعد 13 سنة لرجعوه المسلمين من القرامطة. أي نبوة عبر التاريخ؟ هذا السؤال أنا كان موضوع بسي صار لي يومين أسيسنا. أتمنى أي نبوة ظاهرة إجا فيها النبي. بيحكونا عن نبوات خيالية، انشق القمر غربة الشمس لما مات أو غابة الشمس أو عن الإسراء والمعراج. في نبوة واحدة صحيحة أنا أقولها لك بعد ما تخلص. نعم، يعني أسيسنا الغالي ما في ولا نبوة قالها وصارت. لا أنا عندي واحدة قالها وصارت يا أبو أحمد. تفضل حبيبي. لا ما تخلص بس أقولها لك. تفضل، شكرا لك، أنا خلصت المايك معكم. تفضل أسيس. هو مش لما سألوه أنت هتروح الجنة ولا هتروح النار قال لهم حتى أنا وإن لم يتغمدنا الله برحمتي؟ لا يعلم، لا أعلم ماذا يفعل بي ولا بكم بالقرآن. دي في القرآن، لكن حديث كمان تاني بيقول إن هو لما هو كان تفسير الآية اللي بيقول وما منكم إلا واردها على النار، يعني كلكم هتروحوا النار،
وطبعا دي ودي نبوه صحيحه اتحققت. انا اعدل لك نبوه صحيحه اتحققت، ادي دي نبوه صحيحه اتحققت ان هم يروحوا النار، لان ما فيش خلاص الا بدم المسيح، وهم مش بيؤمنوا بدم المسيح، فهو كده ادي نبوه اتحققت. هو صحيح. نفسه ما كانش ضامن الجنه، ودي دي نبوه اتحققت. فانا عندي نبوتين وهدور، لو لقيت لك تاني هقول لك. ما فيش، ما بظن يعني هذول كمان عرفان حاله يبدو يكون. نعم ربي يباركك. انا بس ما كنت على السمع، تفضل. انا بضحك معك بس يا اخو. ربي يخليك. طيب معنا الاخ الغيور كمان، تحب ندي الاخ الغيور كمان المداخله؟ اخونا الغيور اهلا وسهلا بيك وسلام المسيح ليك، فلو حابب تتكلم معنا عن مصادر الوحي او تضيف على مصادر الوحي اتفضل. سلام المسيح معكم اخوتي الحباء، وسعيد جدا بوجودي معكم وكلكم اساتذه وبتعلم منكم دايما يعني. ربنا يبارك حياتكم استاذ غالي ابو احمد واستاذ حسين واستاذ كريم، ربنا يبارك حياتكم جميعا يعني. ربي يبارك. انا كنت عايز يعني دايما الاخ المسلم عنده اشكاليه كبيره جدا جدا، عنده اشكاليات كبيره جدا جدا، ومش على مستوى المسلم البسيط العادي، لا على مستوى حتى علماء المسلمين. ايه موقفهم من الكتاب المقدس؟ ايه موقفهم بالمسيح؟ فتبص تلاقي كلام كله متضارب حول بعضه، حتى في اسئلتهم لينا. وانتم طبعا اساتذه يعني، واجهتم من هذه الاسئله وجاوبتوا عليها بدل مره مئات المرات بل الاف المرات يعني. يعني دايما المسلمين يسالونا يقولون انتم اهل كتاب لكنه كتاب محرف. يعني أنا لما أصف مثلا أبو أحمد حبيبي طبعا، لما أقول له أنت أهل علم لكن في نفس الوقت أقول له أنت جاهل، أنت أهل ثقة لكنك خائن، أنت أهل أمانة لكنك يعني لما تيجي توصف حد أنك أنت أهل للثقة وأنت ليس أهل للثقة، فأنت أهل كتاب، فالمفروض أنك أنت أهل كتاب. تبص تلاقي آيات القرآن كلها تتكلم على أن أهل الكتاب هم المرجع الأساسي للإسلام، ودي الإشكالية الأولى اللي بيواجهها علماء المسلمين بما فيهم القدماء والحاليين وغيرهم وغيرهم. وعلى فكرة في منهم من هم حاليين، وأقول بالأسماء يعني، من أقروا أن الكتاب المقدس هو كلمة الله لكن بمفهوم مختلف. ممكن أدي أسماء لو حضرتك حابب يعني، لكن هو نفس الشخص ده اللي يقول لك ايه، لا ده انتوا في كتابكم ده المسيح لم يعلن على الوهيته. هو نفس الشخص. طب يا سيدي ماشي، المسيحيين على مدار 2000 سنه ما قدروش ان هم يفهموا ان المسيح ما هو الا مجرد انسان فقط او رسول خلت من قبله الرسل، وحضرتك تفطك ذهنك وقلت لنا الكلام الحلو ده، حضرتك تؤمن بكتاب ده؟ يقول لك لا كتاب حار. عجب. بص بقى من الكتاب المحرف ده يقول لك ايه، لا 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 بس بص بقى ده، بص بقى الشخصيه الثالثه بقى، انت مش ده مش عنده ازدواج في الشخصيه، ده عنده اربع اشخاص في دماغه عمالين كل واحد فيهم بيتصارعوا مع بعض. يقول لك من كتابك المقدس المحرف ده وانتم اهل كتاب موجود نبوات عن نبي الاسلام. عجب. ده مش على مستوى المسلم البسيط، ده على مستوى كل المسلمين بيتكلموا في هذه المواضيع. طبعا انا فاهم خلفياتهم، هم عندهم الكتاب بتاعهم ده هم بيعتبروه هو ده الكتاب الوحيد من عند الله الى اخر هذا الكلام. طيب الاشكاليه دي كلها جت منين؟ الاشكاليات دي كلها جت منين؟ جت لان القران نزل على محمد، او اتى الى محمد، سوري انا اسف على كلمه نزل دي، اتى الى محمد على مدار 23 سنه، اختلفت اتجاهاته على مدار 23 سنه. الاتجاهات بتاعته كانت ايه؟ الاتجاهات بتاعته كانت ان هم كان يعني لما زي ما حضراتكم قلتوا يعني عن القصه ورقه بن نوفل، ان هو كان هو اول من قال له الوحي وغيره، وكان في قصه ابن سعيده وكان في وغيره الكثيرين، كانوا بيحاولوا ان هم يوصلوا كلمة التوحيد لهؤلاء الناس بشكل مختلف. يعني قصة ابن سعيدة وله أشعار موجودة يعني لو حابين أن أنا أقرأ، بس أنا عارف أن وقتكم قليل فأنا أحاول أختصر في مداخلتي على قد ما أقدر.
قصة ابن سعيدة، وهو كان قال إن قصة ابن سعيدة ده سوف يبعث يوم القيامة بأمة كاملة. تخيلوا قصة ابن سعيدة ده، كان أسقف نجران، قال سوف يبعث بأمة واحدة يوم القيامة، واتكلم على قصة ورقة ابن نوفل. وعلى فكرة بالمناسبة هو عمه، لكن عمه ليس شقيق بالمناسبة، يعني لو رجعت النسب انه هو يرجع لقصي ابن كلاب فهو عمه. يعني بعض المسلمين يصوروا لبعض الناس ان ده ما هو الا مجرد ده واحد قبله بس كده، فهو ان هو كان ابن عم خديجه وبتاع. ما اصلا خديجه اساسا هي تعتبر عمته غير الشقيقه، فلذلك كان ممكن ان هو يتجوز منها عادي جدا. لكن لما نرجع لسلسله الانساب للقصة ورقة بن نوفل، لا هو يعتبر عمه غير شقيق. طيب كل ده كانت الفكرة كلها منه ايه؟ ان هم يوصلوا الفكر المسيحي للعرب بشكل يحبوه. فقصة ابن سعيدة عمل الموضوع ده بشكل كويس جدا، يعني ان هو بدأ يلخص تعليم الكتاب المقدس، ان كان من سفر الامثال او ان كان من غيره، يعني بعض الأشعار الأرطار، ويعني كانت جميلة جدا. حاول إن هو يوصلها ليهم، ويحاول إن هو يبعدهم عن عبادة الأوثان وإلى غيره إلى آخره. طيب دي كانت البداية. والقصة ورقة بن نوفل كان بيروح سوق عقاز، وكان يقول فيهم، كان بيقول لهم شعر برضو، كان يودي في نفس الموضوع، فكان بيلخص آيات الكتاب المقدس في صورة شعر. وهؤلاء في الفترة دي كانوا بيحبوا الشعر بشكل كبير جدا، وهي دي الوسيلة الإعلامية اللي كانوا بيحبوها في الوقت ده بهذا الشكل. طيب بعد كده استأذنك حاجة أخونا الغيور، أنت تكون معانا في البث، فخلينا ناخد المداخلات على أجزاء وعلى مراحل بدل ما تاخد كل نص دقيقة. اتفضل. لا أنا عايز أقول لك إنك أنت معانا، يعني حبيبي ربنا يبارك، ربنا يبارك. قال النص دقيقة، وإن كنا بنقرأ يعني مثلا إن هناك آيات للنسخ والآيات المكية والآيات المدنية وإلى آخره، لا، هناك عقائد نسخت تماما. يعني مثلا فريضة الحج، هل هي كانت في بداية الإسلام؟ لا، كان بداية الإسلام هي القبلة كانت بيت المقدس، لكن نسخت هذه بسبب إن هو كان حابب إن هو يخليهم أمة واحدة وعلى عقيدة واحدة، فاضطر إن هو يعمل كده. ده في حديث لعمر بن الخطاب، وده اللي اختم بيه، انا مش هطول عليك، انا اسف، انا عارف وقت البرنامج. لا انت حديث الفكره عايز اقول لك انك انت تكون معانا، يعني مش الفكره، مش مداخله واحده، ده اللي انا عايز اقوله لك. حبيبي ربنا يباركك، اخد بركه. لكن حديث عمر بن الخطاب حينما استلم الركن فقال والله اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، وده الحديث اللي كل المسلمين حافظينه، كلهم بلا استثناء حافظينه، لكن بقى الحديث ولا حد انتبه ليه بعد كده. ثم قال ما لنا والرمل، إنما فعلنا ذلك لنرائي به المشركين، والآن قد أهلكهم الله. ينهار اسمه دومنيل، ده بيقول إن إحنا نافقنا المشركين، إحنا كنا بنضحك على المشركين، كنا بنكذب عليهم، والآن قد أهلكهم الله. عقيدة تامة إننا نرى تقلب رب وجهك في السماء، نرى وجهك في السماء، أنا آسف أنا بكلم بسترسل كده معاكم، نرى تقلب رب في السماء، فسوف نولي أنك قبلة ترضى. فاتحولت بقى من بيت المقدس اللي هي أورشليم، اللي هي فيها قبر المسيح، اللي هي صلب فيها المسيح، اللي هي ولد فيها المسيح، إلى القبلة في مكة. وعجب يعني، فالنسخ والمنسوخ في القرآن ليس من جهة الأحكام فقط، ليست من جهة القتال فقط، لكن لا، حتى من جهة العقائد نفسها نسخ. معايا أخوة الحبيب؟ شكرا لكم. أنا عارف أخذت وقتكم، وشكرا لي. شكرا لك. طيب أخونا كريم، في طبعا إحنا بنتكلم لسه عن مصادر الوحي، ومصادر الوحي كثيرة جدا، يعني الواحد منها اللي هو طبعا شاكين فيه، اللي هو فكرة انه جبريل الملاك انه بينزل على رسول الإسلام، وطبعا في اشكال للوحي مش بس جبريل، لكن كمان في مصادر بشرية ومصادر شيطانية للوحي.
فلو حابب تتكلم معنا أكثر عن مصادر الوحي فالفرصة لحضرتك والأخونا حسين العراقي. بالتأكيد جناب الغس، وأشكرك من أجل أعطائي هذه الفرصة. هو بالحقيقة الآن تكلمنا على محمد يذهب إلى غار وظهر له كائن حي وغلى أغرماني بغارق وورغة بالنوفل واختبار الوحي، وعرفت خديجة قالت له وحي يودي لأبو عبد الله، ممكن يكون وحي ممكن يكون شيطان، لم يتأكدون. هذه كانت في زمن خديجة. في زمن خديجة هو مش بهذا المنوال، هذا المنوال اللي جاءت بخديجة وحي وليس شيطان مشى. محمد لم يكلم الناس، كان في خديجة، خديجة اللي كانت تتكلم. محمد كان بيوتي بالبيت ساكن ما بيطلع، كل أتباع 72 شخص. عندما ماتت خديجة ومات ورغة بالنوفل، الرواية الصحيحة تقول فانقطع الوحي لمدة سنتين ونص. لماذا؟ لأن مات ورغة. شو دخل ورغة بالوحي؟ وحي من الله، وهذا رجل نصراني لم يسلم، لا يوجد عليه دليل واحد أنه أسلم. شو دخل هذا بهذا؟ انقطع الوحي. عندما انقطع الوحي وذهب إلى المدينة، تغير نمط الوحي، تغيرت كل الأمور، بدأ يكشف عن حالة محمد. يوم من الأيام مار والحديث في البخاري، سأل عائشة هل أتاك شيطانك يا عائشة؟ قالت له وهل لي شيطان يا رسول الله؟ قالها لكل مسلم غريبنا من الجن. قالت له حتى أنت؟ قالها نعم، ولكن أعانني الله علي وأسلم ولا يأمرني إلا بالخير. أنا معي شيطان بس شيطاني كويس، وأوامر اللي يعطينيها أوامر يعني حلوة. محمد هذا يقول وأنا أيضا معي شيطان، ولكن أعانني الله علي وأسلم ولا يأمرني إلا بالخير. هذه مصدر آخر للوحي، إنه الشيطان يتكلم على لسان محمد، بس معلش الحديث يقول يعني أوامر كويسة، يعني أوامر حلوة، بس هي أوامر من الشيطان. هكذا الحديث يقول، الحديث في البخاري. في مرة ثانية عائشة قالت لي يا رسول الله أريني الوحي، أريد أشوفه. قال لا يمكن لبشر يشوفه، مش ممكن بشر يشوفه انتم بس. قالت له ممكن اسمع كلامه؟ قالها ممكن بس الرؤيه تكون صعبه. يعني يوم من الايام كانت ليله عائشه، وعائشه مستنيه الرسول عنده يعني تفقت القطعات العسكريه اللي في المنطقه، وهي مستنيه باب الخيمه. اجى رسول الله، اجى، فهي فرحت خلاص اجى الرسول يعني، والليل ليلتها يعني. وقف في باب خيمتها وباب بيتها وبدا يتكلم مع احد. في ذلك الوقت يعني ما في كهرباء، ما في لمبات، ظلمه، يسمع صوت. لما يجي الرسول وقف مع مين؟ فخلت الرسول دخل مسكته، قلت له تكلم مع مين انت؟ انا معطني صار لي نص ساعه واقف في الباب، ليش ما تدخل؟ قال لها اجاني الوحي وانا في بابك. فهي صاحت يا لهوي، وحي بابي؟ خلي اشوف الوحي. طلعت تجري شافت دحية الكلبي، شخص يهودي راكب على فرس وملثم. قالت له يا رسول الله هذا الدحية؟ قال نعم، يتشبه بصوره دحية بعض الاوقات. هو ياتيني، هذا مش دحية شفتي، شكل دحية يشبه دحية. الوحي يظهر بصوره دحية، لان الوحي غير مرئي انت لا تشوفين. كان يمثل عليهم. حتى عائشة بالأخير آخر شيء قالت لأني أرى ربك يسارع في هواك. في حديث آخر قالت لها تدعي أنك رسول الله. هذه مصدر آخر للوحي، أنه يتشبه بصورة دحية الكلبي، وشخص يهودي كمان، شخص يهودي وشخص جميل جدا السيرة تقول عنه. المصدر الثالث هو الشيطان مرة ثانية، ولكن شيطان أبيض. الشيطان اللي محمد قال لكل مسلم غريب من الجن، هذا الشيطان اللي يسلم، شيطان يسلم ويكون في جسد المسلم. محمد سألته هل معك، وهل أنت يا رسول الله أيضا معك شيطان؟ قال نعم، معنا الله علي وأسلم ولا يمرني بالخير. يعني شيطان محمد مسلم. في شيطان كافر كمان، شيطان مش مسلم وكمان متلبس في شخص محمد. نجده في سورة الحج الآية 52. في سورة الحج الآية 52 يقول وما من نبي إلا تتمنى فألغى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلغي الشيطان. المشركين جاءوا للرسول قالوا له اختبار عمل خديجة، عملت الاختبار الوحي. المشركين عملوا اختبار يطلعون من الوحي، عملوا اختبار قالوا له انت ما معك ناس، ما الحديث هكذا يقول ما معك الا اراذل الناس وضعفائهم، انت معك ناس قليلين وضعفاء، واراذل يعني ليس مثقفين لا يغرون لا يكتبون، ما بيفيدون يعني. انت ليش ما تتبع ديننا ونتبع دينك احنا ونصير امه واحده؟ واحنا انت عارف مثقفين قريش، نذر بن الحارث، مش عارف مين، عدة ناس كثيرين موجودين وناس كتبوا يغرون يكتبون، اتبعنا ونتبعه. قال لهم اوكي انا موافق. قالوا له تعال جيب ربعك انت وجماعتك واسجد لاصنامنا، نحط الاصنام امامك الثلاثه واسجد لهم، ولو سجدت احنا نسجد معك ونقول محمد عبد اصنامنا، لو عبدت اصنامنا احنا راح نجي ونوحد الله عندك في المكان اللي تعبد به اله الاسلام. قال لهم حاضر. جاب عمر وجاب الصحابة وجاب ستة سبعة معه،
وحطوا الأصنام ومحمد سجد، سجد للأصنام وقال تلك الغرانيغ العلا وأن شفاعته اللي ترتجى تشفعوا بهذه الأصنام تغربكم إلى الله. قام الرسول قال لهم يلا أنا سجد، تمشوا معي سجدوا أنتم بالآلهتي علشان توحد. قالوا له لو كنت نبيا من الله ما سجدت لأصنام بالأمس كنت تهاجمها، بالأمس تقول هذه أصنام لا تفيد ولا تضر، كيف سجدت لها؟ لو كنت نبيا حقيقيا ما وقعت في هذه الخدعة. اجوا الصحابة يا لهوي ماذا عملت يا رسول الله؟ قال لهم معلش وانا بيدي جاني أمر، بس الأمر مش من الله، من الشيطان، هذا الأمر شيطاني، قبل لا أسجد جاني وحي، أنا فكرت وحي بس ما كان وحي كان شيطان قال لي أسجد للأصنام وعبدهم. فننسخ الآية نغير الآية. السجود كان في سورة النجم في مكة، وبعد وفاة خديجة مباشرة بالثلاث سنين البغى في مكة، السجود كان في مكة، والنسخ جاء في سورة الحج 9 سنين فاصلة زمنية. الصحابة اللي تشوع على الرسول ليه عملت كده؟ ليه بمكة هيك عملت؟ قالوا ننسخ الآية نسخها في المدينة. الوحي كله نمط تغير لأن جاء سلمان الفارسي وغصة سلمان الفارسي. الوحي كان نوعا ما مسالم عند محمد، لم يأمر محمد بغزو، لم يأمر محمد بغتال، كان ضعيف أوكي، ولكن غصة اليوم نتكلم على مصدر الوحي لم يأمر محمد. عندما جاء للمدينة لا تغيرت الأمور كلها، صار بصوم، الوحي جاء بصوم بالمدينة، مكة ما بيها صوم، جاء بصلاة بالمدينة، مكة ما بيها صلاة إلا أواخر المكة، جاء بمعجزات بالمدينة، ما كان معجزات طبعا، هي معجزات ليلية، شق قمر وطيارة للسماء وغصص اللي كلها ما لها يعني أي شاهد عيان، الدعاءات بس، ما كان هناك، هناك كانوا يقولوا لك ما عندي أنا بشر، معجزات ما حدش بيشوفها وما فيش شاهد عليها. تغير. يوم من الأيام أحد من الصحابة، وراح أخذ شوي وقت بهذا الحديث، أحد من الصحابة قال لرسول الله تتكلم مع من وتجيب تعاليمك من من أنت؟ وهو صحابي الثقة وكان يتكلم مع الرسول، والرسول قال إذا ضاع القرآن خذوا من هذا الصحابي، هذا أحد حفظة القرآن اسمه ابن مسعود. قال له يا رسول الله منين تتكلم معه؟ قال له بدك تروح معي؟ قال له ما تخاف؟ قال له لا ما أخاف، أنا أمشي لو مش معك لا أخاف. قال له نمشي. أنا الحديث هكذا يقول استبعثني رسول الله، ابن مسعود المتكلم، استبعثني رسول الله فانطلقنا حتى آتينا مكان كذا وكذا، المكان مش معروف، كذا وكذا مش معروف فين المكان، فخط لي خط الرسول، عمل لي دائرة بالأرض، قال لي أبغى بين ظهرها ولا تخرج منها، إذا خرجت هلكت، أبغى في هذه الدائرة. قلت له أوكي، بغيت في الدائرة. بعد رسول الله عني حذفة أو أبعد، يعني 100 متر تقريبا، حذفة عصا 100 متر 70 متر كذا بعد الرسول. يقول فأتوا ناس، هذه الحديث في المقرب ليل، يعني أتوا ناس طوال لحمهم غليل، هم طوال لحمهم غليل، عرات لا أرى سوأتهم، شكلهم أسود، سود طوال عرات لا أرى سوأتهم، لحمهم غليل، فجعلوا يركبون على رسول الله وهو يقرأ عليه، يركبون على رسول الله ولهم صوت كصوت هنينا كهنين الزط، لهم أصوات، بدأوا يلفون على الرسول، يلفون عليه ويركبون عليه، ولهم أصوات هو هو هيك كده، يعني أصوات دوي مثل دوي النحل، يركبون فوق الرسول والرسول يقرأ عليهم. ابن مسعود يرى هذه الحادثة بعينه، بس هو وين موجود؟ موجود بهذه الخطة، بيخاف يطلع. يقول فأتوا علي، ارتعبت منهم، مش بشر، ارتعبت منهم رعبا شديدا، أول مرة بحياتي أشوف هذا المشهد. فبدأوا يخيمون ويخيمون حولي، ولكن لأن في خطة دائرة بالأرض، هم ما دخلوا الدائرة، هم من خارج الدائرة كانوا يريدون يمسكوني، بس أنا بالوسط، ما دخلوا الدائرة، فارتعبت منهم رعبا شديدا، والرسول كان يغرق عليهم. يقول عندما انشق عمود الصبح، يعني الليل كلها من المقرب الحديث يتكلم لحد الصبح 12 ساعة تقريبا يركبون على الرسول، يقول عندما شق عمود الصبح طلع النهار يعني، فبدأوا يتوارون يروحون كلهم، فسقط رسول الله على، فأنا خايف أروح له أو يجيني، أخاف أطلع من الخطة، ما فيش حد بس خايف يعني. فيقول مشيت إلى رسول الله، فرحت له لقيت الرسول يكاد أن يموت من الوجع، الرسول كل جسمه يوجع، فحط رأسه ورأس الرسول على فخذي ونام الرسول، قف. عندما غفى الرسول بالخطة بالدائرة، عندما غفى الرسول أتوا مرة ثانية، بس أتوا مرة ثانية لبسوا ملابس بيض، وبدأوا بنفس الأصوات وبدأوا يخيلون حولي، وارتعبت منهم رعبا أكثر من ما ارتعبت من الأولين اللي بدون ملابس، والرسول كان نايم. عندما صح الصبح سأل الرسول، قال من ذول يا رسول الله؟ قال له هؤلاء اللي أتكلم معهم وأدعوهم للإسلام، ناس عرات سود طوال ليس عليهم لحم، يعني ضعاف
لحمهم قليل بدأوا يركبون على رسول الله، ورسول الله اليوم يتوجع اسمهم قوم الزط، والحديث رواه الإمام أحمد وهو في أعلى درجات الصحة، لأن الراوي عبد الله ابن مسعود هو شاهد حي وأخرجه أحمد شاكر. مين دولي يغرق إيه الرسول؟ يروح فين بالجبال بعيد عن المنطقة؟ ليش ناس تركب على محمد؟ ليش يخاف من كان ابن مسعود خاف منهم؟ وماذا كان يغرق عليهم محمد؟ هل يوجد كان قرآن؟ هل يغرق تعويذات؟ هي القصة كلها هي أحضار الجن، أحضار الجن والسحر والشعوذة. لهذا السبب نفس المشركين قالوا علي هذا رجل مسحور، قالوا علي هذا رجل مسحور. هذا القرآن طبعا نفى، لا يقولون رجل مسحور، لا هو مش مسحور، لا بعد القرآن جاء ان البخاري وغير سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، محمد كان مسحور وعائشة كانت مسحورة حتى بشهادة البخاري، والرسول ايضا قال وسحرت عائشة، بيت محمد كله بيت شعوذة بيت سحر، لا وحي ولا تكلم معه من السماء ولا اعطى اي شيء ولا أي آيات ولا أي معجزة ولا أي شيء مفيد للبشرية. شو الفائدة الوحي يا رسول الله رحنا مع فلانة؟ شو فائدة الوحي يا رسول الله طلق فلانة؟ شو فائدة الوحي يا رسول الله الصحابة لا يدخلون بيتك علشان يبصون نسوانك؟ شو أي أمور داخلية بينك وبين مشاكل بينك وبين صحابتك تكتبها؟ كلنا سمى كلام الله. شو فائدة الوحي إن محمد دغع عين على زينب والوحي يجي من فوق بآية وقل لا أخذها، وعندما نحتاج الوحي ما فيش وحي. عائشة حطوها بوصل التهام وحطوها أمام الناس وكل اتهمتها الصحابة الكبار، ورأيناها بالعين مع صفوان من المعطل حل مشكلة ترى رسول ولا لا تفضل حل مشكلة كذا يلا يقعد يوم الرسول قال منقطع الوحي شهر كامل جمع انقطع لما أخذت زينب من نص ساعة نزل 3 مرات نزل بساعة زمان لما راد يتزوج واحدة تانية نزل وحي مرتها لما راد يطلق واحدة تانية نزل الوحي لما مرت بي فلانة على النسوان ينزل بس عنده قصة عائشة احتار هو لأن في شهود عيان بقول مش كانت مع صفوان هم شافوها بقول كانت دي مشكلة ولازم أطلقها وأبوها قائد جيش أبو بكر يعني الخليفة الأول قالهم لا انقطع الوحي استنوني كان يستني هل عائشة تحمل من صفوان ولا لا لما تأكد ما فيش حامل قالهم لا ما فيش كم شاهد عندكم قالوا له 3 قالوا مريد 4 تخيل لو جايب لي 4 قالوا مريد 5 كمان كم شاهد عندكم قالوا عندنا 3 شافوها بالعين قال لا 3 مش مقبول أريد 4 ولو جايبين 4 قالوا لا هذا 5 كمان هم على فكرة مش 3 ونص كانوا 3 وامرأة قال 3 مش 3 ونص لو 3 ونص مش هو بالموضوع ده كمان أخ كريم أنا آسف للمقاطعة غير الشهادة يعني هو فكرة 4 شهود ده نزلت عشان يبرر عائشة كانت بشاهدين هي كانت بشاهدين كانت بشاهدين لما جابوا لها 3 ونص كمان قالوا لا إلا 4 ولو جايبين 4 قالوا 5 انقطع الوحي للحل المشاكل اللي على فكرة المسلمين اختلفوا من ذلك الوقت اليوم الطائفتين اختلفوا من 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 قصة عائشة هي صارت سنة وشيعة البعض من الجماعة الشيعة يقولون صفوان المعطل يعني يسجل هدف في مرمى عائشة البعض يقول لا مش هدف تسلل يعني اختلفوا الاختلاف صار سنة وشيعة من ذاك الوقت حرب مئات المسلمين ماتوا يا رسول الله حلها قال أنا ما بعرف الآيات بعدين نزلت سورة النور تبرر لم تتكلم لا على عائشة لا من بعيد ولا من قريب الآية بتقول اللي يرمون المحصنات اللي يرمون النساء يرمون المحصنات من النساء يأتوا عليهم بأربع شهداء الآية ما بتقول بريئة ولا بتقول زانية بتقول لو أنتم شايفين أعطوني 4 عندنا 3 ونص قالك لا مش مقبول لازم 4 فالآية ما بتعطي دليل ما بتقول هي بريئة أصلا القصة كلها حكايات ولف ودوران يضحك على الناس لا وحي ولا حد تكلم معه ولا جاب آيات ولا جاب ولا عمل أي شيء للبشرية يعني شو فائدة الوحي يعني 2/3 من القرآن يا صديق 2/3 من القرآن هي أمور داخلية لبيت الرسول بيته أكلوا بيت الرسول غسل المواعين بيت الرسول اطلعوا بيت الرسول نسوان الرسول لا تبصوا لهم إذا بصيتوا نسوان الرسول استغفر ربكم إذا مات الرسول لا تزوجوا نسوانه الرسول يحل له أي امرأة هاي أمور داخلية بين أبوين أنا شو بتفيدني اليوم أنا كمسلم أريد أفهم هذا الدين ماذا يعلم لا يوجد روح الآن للعلماء والفقهاء والاختلافات والتعليمات وبعد يوم 3 يجيك رمضان وتفتح القنوات وتسمع ألو أكلت صايمة ولا ما صايمة شميت ريحة صايمة ولا مش صايمة وهاي الأسئلة الكل سنة يكررون علينا لين الدين مش واضح ما بتكلم عليها محمد ما نعرفه كان يصوم كان يصلي ما بنعرف حشو كلام كتاب ملا هذا الكتاب بالحشو أنا بس أريد أسأل يعني هذا القرآن مملوء كله حشو على بيت محمد ونسوان محمد زوجات محمد لم يكن محمد يصلي أكيد كان يصلي في صلاة جمعة وخطبة
أين خطب محمد الرنانة؟ أين يا أيها المسلمون إني رسول الله إليكم؟ ولا خطبة. تخيل محمد عاش 23 سنة، لو كل سنة بها 48 جمعة، احنا نتكلم على 1000 جمعة، يعني 1000 خطبة، يعني ما نريد ألف، خمس، اثنين، ثلاث، ما فيش ولا واحدة. وين خطب محمد؟ بعد الصلاة ماذا كان يقول للناس؟ كيف كان يوعظهم ويعلمهم؟ حب جارك وعيش مع صديقك وهكذا الله يريدك وتكون إنسان محترم، فين الأمور؟ ولا واحدة. كل القرآن على النساء والطلق فلان واخذ فلانة وقصص لها وجهنم. يلا هو يوعدك 400 آية يتكلم على جهنم، يشويكم ويحطكم ويعذبكم ويجيبكم. ما في، وين وعظات محمد؟ اليوم أي شيخ من المشايخ المسلمين يقول أين وعظاتك؟ يعطيك سيدي يقول لك تفضل عندي 5 وعظات بالمساجد والجوامع. محمد كرسول ما عنده ولا وعظة، وعظة واحدة للمسلمين. فأين الوحي؟ ماذا كان يعمل الوحي؟ شكرا جناب الغسيس. شكرا أخ كريم. كمان أنا عايز بس أذكر إخواتنا الأعزاء انه نعمل تكبيس على الصوره، على صوره البرنامج ما بين الشريعه والنعمه، عايزين نثبت البث. احنا لسه كده في 54، احنا عايزين نوصل لل100 في اقرب وقت ممكن، يعني لو قدرنا نعدي ال100 ده يبقى كويس. فبس انا بستاذنكم كده تحاولوا تعملوا تكبيس على الصوره اللي موجوده، ولو قدر مش عارف هيقدر اخواتنا اللي في الكنترول انه يكبروا لنا الصوره اكتر من كده عشان الناس تشوفها اكتر واوضح يبقى كويس. بس هي عموما هي واضحه وظاهره. اخويا كريم كمان في حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا، ان المسلمين وعلماء المسلمين وفقهاء المسلمين وكل مفسرين المسلمين اتفقوا على حاجه كدليل من دلائل النبوه او من دلائل الوحي او دلائل صدق نبوه رسول الاسلام. فقالوا الفقهاء أكدوا إن آيات ووحي القرآن ليس قابلة للتبديل أو التغيير، وأجمع المسلمون أن القرآن غير قابل للتغيير أو التبديل. في منهم عدد كبير جدا جدا، يعني مثلا الآيات القرآنية بتأكد عدم التبديل، طبعا في آيات تانية عكس كده زي ما احنا شفنا. القرآن بالضبط كده كل شيء والعكس، يعني القرآن تقدر تشوف فيه الأسود صح والأبيض صح، الاثنين مع بعض، النور صح والظلمة صح. المفسرين زي الطبري والقرطبي وابن كثير والجلالين وغيرهم أكدوا أن آيات القرآن تؤكد عدم تعرضه للتبديل أو التغيير بأي شكل. ده بيتكلم فيه علماء الإسلام، وخاصة في ناس كتبوا كتب في موضوع دلائل النبوة، والنبوة اللي هو نفس الوحي، لأن ده نبوة محمد أو رسالة محمد. أهمها في الحاجات دي واحد اللي هو البيهقي، وواحد تاني اسمه منقذ السقار والأصفهاني، كتبوا كتب في دلائل النبوة وأكدوا على الكلام ده. طبعا احنا ما عندناش وقت كتير، لكن لو لزم الأمر هنجيب الآيات اللي بتؤكد على عدم التبديل لكلام الله. هذكر منها واحدة بس في سورة الكهف 27، لا مبدل لكلمات الله، واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. يعني أنا من الآية دي لو لقيت في تبديل في كلام القرآن يبقى ده مش وحي، ومصدر وحي مش الله، لأن الله لا يتغير ولا يبدل كلامه ولا يبدل شريعته. فالآية دي القرآنية اللي هي الكهف 27 بتقول إني لو في تبديل يبقى ده مش وحي من الله. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دوني ملتحدا. طبعا آيات كتيرة تانية أنا مش هدخل على كل الآيات، لكن هتكلم عن حاجة مهمة جدا، إني القرآن نفسه في سورة النحل 101 بيقول وإذا بدلنا آية مكان آية، إذا مش أنت بتقول ما فيش تبديل، لا بيقول كده وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، بقد الله أعلم أنت مالك. قالوا إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلمون. فخلاص أنت طالما الله هو اللي بيبدل خلاص، طب ما هو نفس الله بتاعك اللي قال مش هبدل، مفيش تبديل. فالآية بتاعت الكهف 27 وآيات أخرى عن عدم التبديل تنسف الوحي نسف كامل يا أخويا كريم، ودي آيات قرآنية والمفسرين بيأكدوا على عدم التبديل وبيأكدوا كمان على التبديل.
فالنهاردة أنا هصدق إله الإسلام لأنه ده لو الله الحقيقي، وإحنا لسه بنتكلم في مصادر الوحي، لو ده الله الحقيقي مش هيبدل ومش هيسمح بالتبديل، لا يبدل ولا يسمح بالتبديل. أكتر من كده إني الرسول نفسه مش بس بقى جاب الله اللي بيسمح بالتبديل، هنلاقي إنه أضاف أقوال البشر إلى الوحي. هاخد مثال واحد وبعد كده أشوف لو أخويا حسين عنده مداخلة يبقى هسيب له الفرصة وننتقل بعد كده للنقطة الثانية. على سبيل المثال، سمح عمر بن الخطاب أن يشارك في القرآن وجعل كلام عمر وحيا. قال عمر: من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوه. ده اللي قاله مين؟ عمر بن الخطاب. فلما سمع محمد بذلك قال: هكذا نزلت، وحطها في سورة البقرة 98. طبعا حاجات تانية أضافها عمر، بس أنا مش عايز أخد كل حاجة والمداخلة، لكن هاجي لي مش عارف حسين، أنت عندك حاجة إضافة عن مصادر الوحي ولا ننتقل للسؤال الثاني وهو هل الوحي له مراحل متواصلة؟ أخو حسين. نعم. قسيس شكرا لأنك أعطتني الفرصة. أنا الصراحة عندي نقطة على موضوع وحي محمد في سورة الإسراء الآية رقم 1 في تفسير القرطبي قال: في زمن خديجة لم ينزل لا صوم لا صلاة لا حج لا زكاة، لا يوجد أي شيء في وجود النبي بمكة. فأنا أستنتج من هذا الأمر أن محمد أصلا كان خديجة ورقة بن نوفل يعدوه مبشر أبيوني ويكون رسول يرشد العرب من عبادة الأصنام إلى النصرانية الأبيونية. هذا رسالتهم الأولى. قال نبي يعني ما يأتي بدين جديد، بل هو يخدم أفكارهم وعقائدهم ويكون هو صاحب هذه الرسالة، لأن هم إذا ادعوا ما حد يصدقهم، يقول أنت تنصرت من تالي وكذا فأنت ما راح يصدقوهم، فيقول له أنت راح درست وهل أدعيت النبوة. لكن محمد كان من هو صغير يعدون به من عمره 12 الراهب بحيرة، وأنا أعتقد هو أبوه، وعندي الأدلة على ذلك من الكتب الإسلامية وغيرها، وورقة بن نوفل وخديجة وكلهم وعداس وغيره من هذه الشلة، وواحد اسمه بلعام كان أيضا قسيس مكة، واحد اسمه جبر، فكثير كان عندهم العقيدة هذه يردون ينشروها بجزيرة العرب. فمحمد لما هم وصلوا فكرة للناس أنه لا قراء ولا كتاب ولا يعرف قراءة وكتابه، فهو جاب لكم هذا القرآن وهو أمي، حاولوا بهاي النقطة يخلون الناس يصدقهم، ولكن هذه ليست حجة، من الممكن يكون كذاب. المعجزة الحقيقية لازم شيء خالق للطبيعة، مثلا أنت تقول لي أمي وجاب كتاب، أنا شو الدليل أنه أمي؟ يمكن هو يكذب علي يقول أنا أمي. يعني القراءة والكتابة شيء يستطيع الإنسان أن يتعلمه، ليس شيء إعجازي، فهو يمكن يقول لي أنا ما أقرأ وأكتب، لكن هو يكون كذاب يعرف، فهذا مو دليل على معجزة. فهم استغلوا هذه النقطة في الترويج لمحمد. لماذا ادعاها غير أكثر من شخص ما حد صدقه ولم تنتشر رسائلهم؟ لكن محمد في الفترة المدنية لما استخدم السيف والقوة وتحالف مع الصعاليك انتصر بعض الانتصارات البسيطة، لكن عندما هلك الناس رجعت إلى دين آبائها. لكن أبا بكر وعمر استخدموا القوة والإرهاب، مثلا أبو بكر قال لخالد: اذهب إلى بني حنيفة فوطئهم وطأة تكاد العرب أن تخشاها، احرقهم بالنيران. هيك مكتوب والحديث قدام عيني موجود، قال احرقهم وطأة تخشاها العرب، احرقهم بالنيران. وفعلا قال: لم يبقى من بني حنيفة غير النساء والصبية، قتل كل الرجال عندهم. ف
الرسالة كانت هكذا، أنه يعد كرسول ومبشر بالهرطقة الأبيونية نفسه كفكرة جديدة نصرانية، لا ينحرفون عن شيء جديد. لكن محمد انحرف زايد، استخدم السيف، استخدم القوة، واستخدم القتل، وبعد ما مات أسياده من القساوسة كلهم. شوف عداس انقطعت أخباره بيثرب، بعد ما حد ذكره. بلعام انقطعت أخباره بيثرب، ظهرت شخصية جديدة وحيدة اللي هي سلمان الفارسي، مثل ما تفضل أخوي الكريم. سلمان الفارسي والفرس عندهم يعني كان موجود الحروب عندهم، إضافة وعدهم النيران إنه مقدسة والحرق وهيك. لذلك بدأ محمد في حديث صحيح البخاري قال أرسلتكم إلى فلان وفلان فحرقوهما بالنار. بدأ الحرق بالنار، تعلمه من سلمان الفارسي، يحرق الناس بالنار. هذا صحيح البخاري، إذا وجدتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار، محمد قاله. أبو بكر قام يحرق، علي بن أبي طالب قام يحرق، وعلي بن أبي طالب كان صديق لسلمان الفارسي، صداقة قوية جدا، كان يحرق الناس. منين تعلموا حرق الناس؟ وأبو بكر كان يأمر خالد بالحرق من سلمان الفارسي، لأن هاي العادة موجودة عند الفرس. إضافة بمكة ما كان هاي الأمور، ما كان يقتل. انقطعت أخبار القساوسة، فقط ظهرت شخصيتين جديدة، دحية الكلبي، سلمان الفارسي. عداس انقطع، راهب بحيرة انقطع لما هاجر محمد اليثرب. خديجة توفت، ورقة بن نوفل توفى، عداس راح، بلعام انقطعت أخباره، واحد اسمه نسطور أيضا في السيرة الحلبية ورد اسمه، قالت خديجة ركبت فرس وذهبت لتسأل عداسا ونسطورا وبحيرا الراهب عن نبوة محمد، وكلهم أخبروها أنه نبي. طيب نسطور قطعت أخباره، البعض يظن أن نسطور صاحب الهرطقة، لا لا، هو مو فقط نسطور واحد، يعني اسم نسطور مو شخص واحد، يعني في واحد كان قسيس اسمه نسطور، واحد اسمه قسيس بلعام، واحد اسمه جبر، واحد اسمه عداس، هذول اللي ما ورقة بن نوفل بحيرة الراهب، هلا ورقة توفى، ذولا ما يذكر انهم توفوا. انقطعت اخبارهم بيثرب. يبقى عندي سؤال اخير ما دام اذا عدنا وقت، سامحوني. ايه عدنا. محمد كان الملازمين الى 10 مبشرين بالجنة، ولا واحد بيهم حافظ للقرآن، ليش؟ ذولا كانوا ملازمين إليه، علي بن أبي طالب، أبو بكر، عمر، عثمان، طلحة والزبير، سعد بن أبي وقاص، ولا واحد فيهم حافظ للقرآن، ليش؟ سؤال. هل لأن ما مقتنعين به؟ وهم أقرب الناس لمحمد. عمر لما صار خليفة يقول لك لم يكن يعلم التيمم، عمر حكم التيمم ما يعرفه، أخذ القنطار تبع لما واحد يأخذ فلوس زايدة بالمهر مال بنته على الخاطب، عمر ما كان يعرفه، قالوا اللي يأخذ زيادة يحطها ببيت المال. طلعت لأمارة قالت للقرآن يقول ما يصير، لازم ما تأخذون زيادة أصلا. قالها رحمك الله لو لك لهلكت ما كنت أعرف الآية. قامت له بالمسجد. إضافة حكم التيمم ما كان يعرف حكم التيمم، إنه وتيمموا بالقرآن. سؤال، ليش ذولا ذولا صحابة محمد الكبار اللي ملازمين إلى دائما، أبو بكر، عمر، عثمان، طلحة والزبير، علي، ولا واحد بيهم حافظ للقرآن، راحوا جابوا واحد اسمه زيد ابن ثابت، وزيد ابن ثابت أصلا لم يوصي محمد به أن يكتب القرآن، أو ولم يكن من كتاب الوحي. زيد ورد عنه شيء واحد فقط، محمد قال تأتيني كتب بالعبرانية والسريانية لا أحب أن يقرأها أحد، هل تستطيع أن تترجمها لي؟ قال نعم. ليش؟ لأن زيد أصلا يهودي، فكان يعرف عبران والسريان، لأن أصلا يهودي من يثرب،
كان يهودي. ابن مسعود يقول والله كان يهوديا له ذؤابتان يعني قصايب، وكان طفلا يلعب في المدينة، هذا يعلمنا القرآن ويكتبه لنا. فهنا النقطة، ليش ذول القريبين من محمد الكبار ولا واحد بيهم حافظ للقرآن؟ الإمام اختمين هم أصدقاء الكبار والقريبين من عنده، يعني يعرفوه كذاب، يقول ليش أتعب نفسي وأحفظ القرآن؟ أما كان بالأولى على القريبين منه أن يحفظ القرآن، حفظت القرآن هي المصيبة اللي صارت عندهم، حافظين القرآن. كان أبو بكر يجند العالم، غصب عليك تروح، شنو غصب عليك تروح تقاتل، راحوا 70 واحد من حفظة القرآن قتلوا بحروب الردة، قالوا فضاع القرآن. طيب ذولا ليش حفظة القرآن يرحون للحرب والمحافظة ما يرحون للحرب؟ هذا سؤال آخر، من الذي يقف وراء يعني هذا الفكرة؟ زين أنت من تحتاجه يظل عايش؟ الحافظ القرآن لو اللي ما حافظ، ليش ما راح أبو بكر؟ ليش ما راح عمر؟ ليش ما راح كذا؟ ليش يرحون حفظة القرآن وينقتلون بحروب الردة؟ مثلا سالم مولى أبي حذيفة، القرآن محمد قال خذ القرآن من سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبو حذيفة انقتل في حرب اليمامة، هو وأبو حذيفة اثنينهم قتلوا، يعني هذا الرجل اللي تبناه كلهم انقتلوا. زين ليش ذول الكبار أبو بكر عمر عثمان هم ما حفظوا القرآن؟ طيب خلينا نرجع نفس الموضوع حسون، الموضوع يكون أفضل نرجع نفس الموضوع. نعم. طيب احنا اكيد حابب تضيف حاجه في فكره مصادر القران الكريم ولا ننتقل للسؤال اللي بعد كده؟ يتفضل السؤال. هي بس فكره كريم بعد اذنك، هو المصدر مكه ورقه من نوفل وعداس والشله هذه والراهب بحيره، بيثرب تغير الموضوع، صار مصدر الوحي سلمان الفارسي ودحي الكلبي، وهذا ما أقرت به حتى الآيات القرآنية، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قال البعض هو سلمان الفارسي. إضافة في نقطة، عندي سؤال بسيط، دحية الكلبي يقول لك كان، وكريم ذكرها إنه جبريل كان يأتي بصورة دحية الكلبي، هنا سؤال، هم يقولون هو هذا ليس هو، ودحية الكلبي يقول لك كان صحابي وكان وخذ الجارية خصافية وقالوا له أخذ من السبي غيرها، هاي بصحيح البخاري، فمحمد أخذ منه صفية بنت حيي وطاس جارية غيرها، فشخص حقيقي كان موجود صحابي اسمه دحية الكلبي، ويقول لك كان جبريل يأتيني بصورة دحية الكلبي، لماذا ولا مرة صار أكو لقاء بين دحية الكلبي الحقيقي وبين جبريل الذي يأتي على صورة دحية الكلبي حتى نتأكد أنه هو هذا الشخص جبريل الذي يأتي لمحمد ويعطي آيات، هو ليس دحية الكلب الصحابي نفسه؟ ده كان قام بدورين في الفيلم. هل السؤال سؤال منطقي كريم؟ هل السؤال لماذا لم يأتي شخصية دحية الكلب الحقيقي ويلتقي بشخصية جبريل الذي يأتي بصورة دحية الكلبي ولو لمرة واحدة حتى نتأكد هو مو نفس الشخص؟ لانه ما كانش فيه جبريل اصلا. هذا جوابك انت احسن، انا اريد المسلم يفكر. هي الكارثه في الموضوع ان كل ما قاله رسول الاسلام عن الوحي هو من صنع خياله، لان ما حدش شاف، يعني ما حدش شاف اللي جاله في غار حراء والتمثيليه اللي عملتها خديجه باعاز من ورقه بن نوفل، ولا شيء كمان منطقي. حتى لو ما شافه مش مشكله، يعني في امور منطقيه ما في بالضبط. حتى هو نفسه هو بيحكي القصة كمان هو مش متأكد، لأنه عارف يعني عارف أن القصة مش حقيقية، فهو يعني ففي تمثيلية معينة. الحاجة الثانية أن كمان واحدة من الحاجات، والأخ كريم ذكر الحكاية دي، أنه كان بيجيله على صوت صلصلة الجرس، صلصلة الجرس يأتي لها. فكان وكان هو بيعمل كده، كان بيقول انه ده اثقل انواع الوحي. انا مش عارف ايه وحده الميزان اللي بيوزنوا بيها الوحي، درجات
يعني اذا كان اثقل انواع الوحي يعني هو عنده ميزان الوحي، لك الايمان والحكمه بطشت عندهم ميزان وعندهم كلام كمان كثير. هو في حديث اخر يقول الرسول اذا كان فرحان ينزل عليه الوحي باللغه الفارسيه، واذا كان غاضب ينزل عليه بالعربيه. انت بين الرسول يطلع له كلام لغات هنا والوحي اللغه العربيه طلعت لغه غم على كده. اذا كان زعلان الرسول ينزل عليه باللغه العربيه، واذا كان فرحان ينزل عليه باللغه الفارسيه. ورغم كده اخونا كريم لغايه النهارده المسلمين بيصروا على انك انت تقرا القران باللغه العربيه وتصلي باللغه العربيه، والصلاه بدون اللغه العربيه غير مقبوله. يعني في ناس كتيره مثلا يعني بتوع باكستان، مسلمين باكستان، افغانستان، الصومال، ايران على سبيل المثال، لان ايران في ناس منهم بيتكلموا بالعربي، لكن اصلا ايران بيتكلموا بالفارسي ما بيتكلموش بالعربي. والحياة الثانية هنا يعني هنا فعلا ايه الرسالة؟ يعني انا يمكن اتكلم عن الموضوع ده في الاخر، عن الفرق بين الوحي في الاسلام والوحي في المسيحية، وهدف الوحي هنا وهدف الوحي هنا، بس انا مش هاخد المداخلة دي دلوقتي، لكن انا انتقل لحضرتك لانك انت عندك حاجة كمان مهمة جدا. هل الوحي له مراحل متواصلة؟ انا عندي مداخلة ايضا. كيف بعد اذنكم بكيفكم اذا تريدها بعدك يا كريم. هو الوحي له مراحل غير متواصلة منقطعة حسب الاحداث، يعني عندما الناس تحتاجه يكون محمد ما بيعطيهم وحي، محمد اذا احتاج الوحي يجي الوحي. في صحابة يجبرون محمد ان يأتيه الوحي، مثلا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب جاء رسول الله قال يا رسول الله احجب نساءك يدخل عليهن البر والفاجر. قال لم يكن يفعل الرسول، وهذا حديث صحيح لم يكن يفعل. قال لا عادي ما يحتاج، يلا ما يحتاج، يلا ما بيحتاج. لما اقول لك نادي الوحي خلي يعطيك آية تحجب نساء الرسول، يقول لم يفعل. الحديث يقول ولم يكن يفعل ثلاث مرات، يعني مدة طويلة عمر يطلب الرسول يحجب نساء ما اجي الوحي. عمر قال لك انا راح اخلي الرسول ينجبر الليلة، راح تحرش بزوجة الرسول اللي هي سودة بنت زمعة، كانت تطلع للخلاء تحرش بها عمر، وجت للرسول تبكي يا رسول الله عمر جواعي وانا بعمل ببي يعني بالخلاء ومسكني هيك، وروح اعاقب عمر. ليه يا عمر؟ قال اختلط علي الامر، ما اعرف نسائك من غير نسائك، ليه ما تحجبهم؟ ونزلت صوره الحجاب بالحال، انجبر الرسول نزل. فالوحي ليس له مراحل متواصله كرساله الهيه للنبي، هو حسب حاجه محمد، حسب حاجه الناس، واذا بعض الناس مثلا قصة عائشة إذا احتاجه ما بيجي، إلا حل مشكلة ما بيجي، ينقطع بين الحين والآخر، ينقطع في انقطاعات الوحي. بعض العلماء رجحهم إلى 27 مرحلة، 27 مرة انقطع. المعروف عليه عند كل الناس منه مرتين، يعني واحدة في أول بدأ نهاية مكة عندما مات ورغة بن نوفل، واحدة عند عائشة. بس لا، في انقطاعات الوحي مدة 15 يوم، مدة 8 أيام، مدة 7 أيام. خليني أقول لك شغلة، الصحابة الناس الكفار هناك محمد كان يتكلم معهم نفس الكلام اليوم اللي موجود، يمسك لهم آيات، يعني ما كان مكتوب بس كان يمسك آيات ويحفظ آيات ويقول لهم هذا ليه ما تؤمنون بي؟ قالوا له احنا نؤمن بك بس في شروط للوحي، هل أنت عندك وحي من الله؟ قال لهم نعم الوحي يكلم. قالوا له أوكي، إذا كان عندك وحي من الله أطلب من الوحي أن يعمل لك معجزة، لأن احنا ناس عطشانين بالجزيرة ما عندنا مية. قالهم ما أتينا بالمعجزات لك كذب بها الأول، ما عندي معجزة، هاي شطبوا هذا الخيار معجزات معلش ما فيش. طيب كيف نؤمن لك؟ قالوا أؤمنوا أن الله خلق الجبال، قالوا لغة بالله تأتي الجبال موجودة. أؤمنوا أن الله خلق البحار، قالوا لغة بالله تأتي البحار موجودة. في أرض وفي سماء، قالوا لغة بالله تولد أنت أصلا في بحار وفي سماء، وأجداد نتكلموا عن البحر والسماء، ما أجيت بشيء جديد، أعطينا شيء جديد لكي نؤمن لك. محمد احتار ما عنده أي شيء. من هو النذر بن الحارث؟ قال له هاي آية قرآنية كمان الموضوع. قال له أنا عندي تسهيل لك. قال له نعم. قال له أسألك ثلاثة أسئلة، إذا جاوبت على الثلاثة أسئلة دولي، هو في فخ بالموضوع، إذا جاوبت على ثلاثة أسئلة دولي إحنا راح كلنا نصير مسلم، وإذا ما جاوبت أنت ليس رسول من الله. قال له إيه أنا شغلتي أسأل. السؤال الأول ما هي الروح؟ وهي آية قرآنية موجودة، ما هي الروح؟ من هو ذو القرنين؟ السؤال الثاني، وكم عدد أهل الكهف؟ السؤال الثالث. طول السؤالات لمحمد، جاوب يا رسول الله. قال له زين،
ها قال ما لقيت وقت كده فوري، ما فيش فوري واحد، مش قلت لكم واحد. خذ الورقه الرسول حط الورقه بيده ومشى، خذ الاسئله يعني ومشى. كم يمتى ترجع؟ قال 3 أيام اعطوني وقت. لم ياتي الرسول الا مده 15 يوم ما يتشافوا بالشارع ومسكوا. فين الاسئله؟ احنا ردنا من 15 يوم، صار اسبوعين، 3 أيام فين راحوا؟ قالوا اه والله انا جيتكم، انا جبت الاجوبه باليوم الثالث، بس صارت مشكله، خليني احكي لكم المشكله. ها قال لهم والله وصلت البيت ورفعت ايدي للسماء وتكلمت مع الله ان يرسل لي جبريل بالاسئله، وبالفعل اتاني جبريل، ولكن في بيتي كان كلب ميت، وجبريل تمنع يدخل بالبيت، لان البيت اللي بيه كلب ميت جبريل لا تدخل بيوت، او الملائكه لا تدخل بيوت بها كلاب، فلهيك جبريل زعل. ولا صوره كريم لا تنسى، لا صوره ولا كلابه. فكان عندي تماثيل بالبيت، صور، وكان عندي كلب ميت. جبريل ما وصل البيت رجع لمدة 15 يعني الآن اللي ما يريد يموت ما يطلب له ملك الموت، بس يحط له شلة ببيته بعد ما يجي، بعد ما يجي ملك الموت لمدة 15 يوم الوحي انقطع. قالوا له أوكي هسا الوحي انقطع خلاص رحنا فهم. هاي أنا بتكلم عن انقطاعات الوحي متغطعة على الطول، كل 3 أيام انقطع مرة. أوكي انقطع الوحي، الآن احنا محتاجين نجاوب على أسئلة. قلم حاضر. السؤال الأول، ما هي الروح؟ قول الروح من أمر ربي، لا يعلمها لا ولا واحد من عندنا، لا أنتم ولا أنا. طيب فين الإجابة؟ ما هو أي شيء تقول من أمر ربي أنت طبيعي يعني، اللي ما بتعرف تقولها أمر الله. من هو ذو الغرنين؟ قال لك يرى الشمس تغرب في عين حامية. هو لم يتكلم عن ذو الغرنين، هو يتكلم على شخصية أخرى. غلط غلط على الإجابة. هم رادوا تكون الإجابة تكون اسكندر المقدوني. من هو ذو الغرنين؟ اسكندر المقدوني. لا هو ذو القرنين اليهود سألوا عليه ملك فارس ومادي، مكتوب بالسب الدانيال، وأما الكبش ذو القرنين هو بس بس الإجابة عن ذو القرنين برضو عشان نديله حقه، الرجل ده كان فيها إعجاز يرى الشمس تغرب في عين حامية، يعني هو يحط الشمس في بير، ده إعجاز فظيع يعني، أنك تحط الشمس في بير بلغ إلى مطلع الشمس. وين صار السؤال الثالث؟ هاي الأسئلة آيات قرآنية اليوم موجودة حد هاي اللحظة ما بيها جوابات يعني. السؤال الثالث، كم عدد أهل الكهف؟ قال لك البعض يقولون 3 ورابعهم كلبهم، الله يعلم. البعض يقولون 4 وخامسهم كلبهم، البعض يقولون 5 وسادسهم كلبهم، البعض يقول الله أعلم عدتهم، لا يعلم عددهم إلا الله، هو غليلا من الناس. وأنت لا تنسى قل ربي يعلم بعدتهم، الله أعلم، ربي يعلم بعدتهم. هل هو الله اللي دا يحكي بالقرآن؟ ماذا قال محمد؟ قالوا له هذه أساطير الأولين، آية قرآنية اكتتبها تملى عليه بكرة وأصيلة، أنت مش نبي ولا حاجة ولا وحي، وهذا كله تنزيل. وقع النذر بن حارث اللي سأل هذه الأسئلة، وقع في أسر محمد، محمد غزى بلدهم وخذوهم أسرى ووقع في أسرهم. وعندك كانوا الأسرى كانوا يطلعون سراحهم، يأخذ منهم فدية فلوس، يأخذ منهم يطلق سراحهم. إجوا للنذر قالوا له لا تغلق، الرسول طلب فدية. قال ممكن يترككم أنتم باغي الأسرة، بس أنا لا يتركني، نظر إلي بعينين بهم الموت، وبالفعل انقتل هو وابن أبي معيطة، اثنينهم انقتلوا. محمد أمر علي بالتغطية على رغابهم. قال لا لا، عقبة ابن أبي معيط والنظر ابن الحارث قال لولا اليهود أيضا سألنا رحمن اليمامة عن هاي الأسئلة الثلاثة فلم يدري عنها شيء ولم يجيب، يعني مسيلمة مثل محمد، اثنينهم كذابين ما عرفوا يجيبون. فهذه المراحل الوحي كثيرة جدا، من أسئلة لا جاوب عليها، من أمور واضحة لا يجاوب عليها. الوحي يأتي بأمور غلط كثير جدا، ممنوع القرآن في سورة الأنفال آية 65، أتاهم قالوا أنتم إذا حتى لو غليلين يا مسلمين تستطيعون تنتصرون على الكفار، وخذوا سيوفكم وذهبوا، خذوا السيوف المسلمين، محمد جاءهم قالوا وإذا كان منكم 20 صابرون يغلبون 200، ولا تخافون إحنا الله معنا والملائكة تحارب معنا واحنا ننتصر، وجابوا سيوف المسلمين المساكين وراحوا وانهزموا بالحرب، والرسول انكسر رباعيته وانضرب على راسه، وقصه طويله يعني انهزموا المسلمين. قال الان علم الله الا فيك الله. رجعوا يا رسول الله، قال نعم، قال الان احنا هزمنا، قال لهم الان الله غير كلامه، علم فيكم ضعف، انتم ما تستطيعون تكملون، ما انت جيت قلت تنتصرون، الان جيت قلت ضعفاء، ما هو الوحي يلعب علينا ولا يالف من كيف، لا في وحي ولا في اي شيء. تفضل جناب غسيس. أنت عارف كمان أخ كريم وأخ حسين، تكبيس 100 ألف وصلنا ورجع. يا ريت أخواننا، إحنا لسه ما وصلناش 100 وقعد لنا وقت صغير، فياريت كده يعني حوالي 11,000 لايك قاعدين على 100، فياريت ناخدهم في الوقت ده. فبتمنى كده، أنا بشكركم على التكبيس،
لكن كمان استمروا في التكبيس، ربي يبارككم. شكرا اخويا كريم، شكرا حسين. لكن في حاجه كمان، يعني مثلا اخواتنا المسلمين بيألفوا قصه ليه انقطع الوحي، لماذا انقطع الوحي بعد موت ورقه ابن نوفل؟ طب يعني خاصه بعد موت ورقه، لان موت ورقه وانقطاع الوحي عامل اشكاليه كبيره للمسلمين، لان هنا الله اعلم صدقني كلهم يقولون الله اعلم شرح الحديث. فهنا بيأكد كمان حاجه، ان ورقه كان هو مصدر الوحي، واحد من ضمن مصادر الوحي كان ورقه ابن نوفل. فبيقولوا ايه؟ الوحي لما انقطع بشكل نهائي عن الرسول، يعني خلي بالك من التبريرات، انا مش عارف التبريرات دي ازاي في تلك الفتره، ولكن ظل الملك ينزل على النبي، ولكنه لا ينزل بالقران. طب بينزل بيعمل ايه؟ يسيل ازيك اخبارك علي. يعني ينزل يعمل ايه لو هو مش هينزل بالقران؟ ولكنه تاخر نزوله في تلك الفتره. فالفكره هنا بيقول لك ايه كمان، ده هما شافوا تعبيرات مخجلة. بيقول لك ان كمان الله كان عايز يشوق الرسول للوحي، لجاب ينزل الوحي يعملوا عملية من التشويق، كأن إله الإسلام ده عامل فيلم دراما. يعني مثلا أنا آسف جدا جدا لو احنا خدنا الدراسات الإسلامية وتفكير مش هقول المسلمين، لكن الكتاب المسلمين أو فقهاء المسلمين أو المعلمي الإسلام أو رجال الدين الإسلامي، هلاقي إله الإسلام بيعمل فيلم كوميدي، بيعمل فيلم متناقض مع نفسه، بيعمل فيلم إرهابي، وكمان بيوصل كمان بيعمل فيلم جنسي. فده اللي بيعمله رسول الإسلام. يعني أنا مش عارف إن الملك ينزل يعمل إيه. هل الملك والله فاضيين بس نازلين طالعين على رسول الإسلام من غير ما يعملوا حاجة؟ رغم ان الله لما بيرسل الرسول برساله، حتى ولو كانت هذه الرساله هي رساله دينونه او رساله قضاء. وهاخد بس بسرعه كده، طبعا الفرق كبير جدا جدا بين اللي هقوله وبين الوحي الاسلامي. الله لما دعا اشعيا النبي، اول حاجه في رؤيا اشعيا لله، لما اشعيا رأى الله، وبيقول كده الكتاب في إشعياء 6، في سفر إشعياء أصحاح 6، في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد الملك جالسا وأزياله تملأ الهيكل. وبتكلم عن الملائكة، بتكلم عن الله إزاي، كل واحد بيقول قدوس قدوس، ونادى هذا ذاك وقال قدوس قدوس. في وسط القداسة دي إشعياء بيقول صرخت وقلت ويل لي أني هلكت لأني نجس شفتين وساكن بين شعب نجس شفتين. أنا مش هقرأ كل الآيات، لكن لما أدرك إشعياء نجسته كشخص، لأن في محضر الله كلنا خطاط، فلما أدرك النجاسة بيقول إن الله هو اللي طهر شفتيه. بعد ما طهر شفتيه أرسلوا الرسالة، ما بعتوش كده رايح جاي، يعني لا، أرسلوا رسالة لما قال وقلت من يذهب من أجلنا من أرسل، فقلت هانذا. الله بيقول من أرسل، فإشعياء قال أنا مستعد أروح. فقال له الإرسالية صعبة، أنت هتروح تكلم الناس والناس مش هتسمع، يعني مش هتسمع لك، ولما يسمع مش هيفهمه، لأن هنا كانت رسالة دينونة. فالله لما بيرسل رسول أو نبي بيرسل لرسالة، يا إما تحذير من قضاء الله بسبب خطاياهم، يا اما يرسلوا برساله للتوبه زي يونان لما ارسلوا لنينوى عشان ينادي للشعب انه يتوبوا، او يرسلوا لانقاذ من العبوديه زي ما ارسل موسى عشان يحررهم من عبوديه المصريين. فالله لم يرسل نبي بلا رساله. ففكره ان الوحي نازل طالع من غير ما يدي رساله، ده عبث، ده فكر شيطاني رهيب. فده اللي انا بس حبيت اقوله تعليق على تفسير وتبرير اخواتنا المسلمين لانقطاع الوحي. وطبعا الاخ كريم علق تعليق قوي جدا جدا، الاخ حسين علق تعليق قوي جدا، حكايه انك لو عايز ما تموتش ربي كلب في بيتك عشان الملك مش هيقدر يدخل والكلب موجود. طبعا يعني صورة، واحد يحط له صوره مال تمثال بس يحطها ببيته بعد ما يموت، لان الملائكه بعد ما تقدر تاخذ روحه. ف
فهي دي 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 الفكره. وعشان كده الفكره اللي طرحتها اخويا كريم عن الثلاث اسئله، يعني الثلاث اسئله اعطوا للمسلمين ارتياح غير عادي. انا تصححني لو كنت غلطان، لانه في الثلاث اسئله في اجابات الرسول بعد انتظار طويل لجبريل عشان يجاوب على الاسئله، النتيجه الله اعلم. عشان كده بنلاقي الجماعة المسلمين خدوا التعبير ده، من قال الله أعلم فقد أفتى. من يعني رب؟ طب هو غير رب هم اللي يحكي بالقرآن؟ بالضبط. يعني هنا أنت عملت ارتياح رهيب لإخواتنا المسلمين في الموضوع ده. طيب طب إحنا دلوقتي بنتكلم عن فكرة الروحي متواصل الحسين، عندك مداخلة في الموضوع ده؟ انا مش عارف الاخ الغيور معانا ولا لا، انا اسف ان انا لو معاك انا معاك المستر حابب تعمل مداخله بس مش اكتر يعني. نعم طب استني بس تديني دقيقتين مش اكتر يعني. اتفضل حاضر حبيبي، ربنا يبارك حاجة. بس ابتدي من حيث انتهيته، يعني سوره الكهف لاسباب نزولها بحيثياتها وفطور الوحي وكده دي تثبت بطلان او كذب نبوه محمد على بعضها كده، زي ما قال الأستاذ الكريم وزي ما حضرتك قلت برضو. ليه؟ يعني هو اتكلم على ما هي الروح، كله اللي هي الروح من أمر رب. طب تعالى بالنسبة لأهل الكهف، قال لك يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم، يقولون سبعة، كل الله أعلم بعدته. طب كانوا أمتى؟ كانوا فين؟ مين دول؟ يطلعوا إيه؟ ولا 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 أي إجابة. أنا أقول لك بقى الإجابة اللي محير المسلمين في الموضوع ده، وهذه القصة موجودة من قبل الإسلام، وده برضو هيفتح لنا باب ما هي مصادر الإسلام. يعني هو جاب الكلام ده كله منين؟ يعني كل ما أتى في القرآن ليس بجديد على الإطلاق على الإطلاق. خليني بس في قصة أهل الكهف، في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في حاجة اسمها السيركسار، اللي هو تاريخ الآباء أو تاريخ الآباء الشهداء يعني، وموجود في الكنيسة السورانية، موجود في الكنيسة الكاثوليكية، موجود يعني تقليد معروف يعني. خليني أقرأ بس من الكنيسة الأرثوذكسية تحديدا، يعني في يوم 20 مصر بتعيد بهذا اليوم، في مثل هذا اليوم في سنة، هو مالش إمتى؟ بص بقى هنا بقى كده، سنة 252 استشهد الفتيان السبعة، هم سبعة لا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، هم سبعة. مين هم سبعة؟ أسمعهم إيه؟ هقول دلوقتي حالا. استشهد الفتيان السبعة في مدينة أفسوس، ماكسيموس، مالخوس، مرتليانوس، ديناسيوس، يوحنا، سربيون، كوستانتين، وكانوا من جند الملك داكيوس، وقد عينوا على مراقبة الخزانة الملكية، ولما أصارت عبادة الأوثان وشعبهم لديه فالتجوا إلى الكهف، لجوا إلى الكهف خوفا من أن يضعفوا فينكروا الإيمان بالسيد المسيح. فعلم الملك بذلك وأمر بكف بسد الكهف عليه. وكان واحد من الجند مؤمن بالسيد المسيح، فنقش سيرتهم على لوح من نحاس وتركها داخل الكهف. وهكذا أسلم القديسين أرواحهم الطاهرة، وأراد الله أن يكرمهم كعبيده الأنبياء. فوحي الأسقف تلك المدينة فأوحي بس عشان برد بس المكتب أسقف تلك المدينة في مكانهم، فذهب وفتح باب الكهف فوجد أجسادهم سليمة، وعرف من اللوح النحاس أنه قد مضى عليهم نحو 200 سنة. وفي ذلك اليوم في عهد الملك سودوسيوس الصغير، كما عرفوا أيضا من قطع النقود الذي اللي وجدوها معهم عليه صورته، فعرفوا أنهم كانوا في الوقت ده لا هم صحبوا بعد كده، ولا كان معهم كلب، ولا كان في الكلام ده كله، كل ده هبد فاضي يعني، بالمصري كده بنقول عليه كذب نخع هبد، كل ده كلام فاضي. هذه هي القصة الحقيقية اللي قبل الإسلام ب 350 سنة. أخذ هذه القصة، طب سألوه هم كم عددهم؟ ما قالش. إمتى؟ ما قالش. طب هم سيرتهم إيه ولا حكايتهم إيه؟ برضو ما قالش. لكن عندنا التاريخ يؤرخ في الكنيسة السورينية والكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية وفي كنيسة أنطاكيا يؤرخون هذه القصة كما رويتها إليكم يعني.
طيب ده ياخدنا بقى لايه؟ ده ياخدنا ان اصلا الاسلام جه من منبع مسيحي. وحتى قصه يعني قصص كتير جدا في القران برضو بتتكلم على الاضطهاد والكلام ده، لكن خليني بس في القصه دي. وان الاسلام يعني انتوا عارفين حتى لما بنبص يعني لما يجي واحد يعمل ديوان شعر او كتاب شعر او اي كتاب اي كان اتجاهه، ان كان كتاب علمي او كتاب تاريخي او غيره، فالمفروض ان هو يرتبه بحسب ترتيب نزوله او ترتيب كتابته او ترتيب كده. لكن بنرى ان الكتاب ان القرآن الاسلامي مش مرتب هكذا اطلاقا، وده السبب، مش مجرد عبث يعني او ان هم عملوا الموضوع ده كده، لا. يعني القرآن 114 سورة 16 جزء. طيب رتبه لنا بقى يا عم، ترتيبه ماشي ازاي؟ لا ما رتبوش كده. طب ترتبه ابجديا كما اي كتب احنا بنقراها، يعني رتب الفصول بتاعته ابجديا. حتى ده ما حصلش. هو عمل ايه؟ هو عمل ان هو خد الايات الكبيره في الاول والايات الصغيره في الاخر حتى يضيع المفهوم في الوسط. انا بتوهها، انت تتوه في الحدوته. ده لو كان في مفهوم القران عثمان اللي هو المشهور حاليا، ونلاقي ان في كتير من الاحاديث يقول لك ان المعزتين، يعني ابن مسعود يقول ان المعزتين ليست من القران، ونلاقي ان ابي بن كعب يقول لك ان كانت ايه الرجم والرضاع الكبير كانت في سوره الاحزاب، وان كان سوره الاحزاب كانت تعادل سوره البقره، وكل هذا. فتم تغيير هذا الكتاب اللي هو اصلا ليس كتاب سماوي، كتاب مؤلف، لكن هذا كتاب المؤلف ايضا تحرف. فاحنا قدام كتاب مؤلف وبعد ما ألف تم تحريفه. تنوعت طبعا المصادر فيه، تنوعت المصادر فيه من ناحية الأساطير اليهودية، من ناحية الأساطير الغنوصية، يعني ودي فيها كلام كتير قوي، أنا بس عشان وقت الحلقة. تنوعت المصادر فيه بشكل جام، يعني كانت مصادر يهودية مسيحية غنوصية، كانت حتى الأساطير بتاعت ديانات الآسيوية برضو هنلاقي موجودة أيضا في القرآن. وكل ده هو حب ان هو كان فكرة محمد كلها على بعضها ان هو يوحد شبه الجزيرة العربية على قلب رجل واحد اي ان كانت عقيدته. ده البداية تختلف حيث النهاية، فالعبرة بالخواتيم كما يقول المسلمين، فالعبرة بالخواتيم ان هو حب ان هو يوحد هذه الأمة على ديانة واحدة على لغة واحدة، وبهذه الديانة الواحدة واللغة الواحدة والكلام ده كله ان هو بها ينطلق ان هو يوسع شبه جزيرة العرب، وان هو يكون لهم مكانة في وسط الأمة. لكن حتى ده فلح؟ لا، بنلاقي بعد كده موقعة الجمل، بنلاقي بعد كده ان هم الصحابة قتلوا بعضهم البعض. وانا هنا يعني هرجع لنقطة قالها أستاذي الغالي أستاذ حسين، المبشرين بالجنة. وانا خليني اقول لحضرتك يعني ان المبشرين بالجنة قتلوا بالسيف، وقتلوا على مين؟ على يد مين؟ على يد من ايضا بشروا بالجنة. وده ما يثبت كذب هذا الرجل الكذاب الأشر. ليه؟ عندك طلحة بن عبيد والزبير بن العوام، دول قتلوا في موقعة الجمل، وكانت موقعة الجمل كانت قائمة بين عائشة أم المؤمنين وطلحة، والزبير بن العوام كانت ضد علي بن أبي طالب. طب الثلاثة دول ما هم مبشرين بالجنة يا عم؟ ده انت عندك حديث صحيح بتقول. هاستاذنك بس ان احنا طلاق المسلمين بسيفهم. انا اسف للمقاطعة اخي الغيور. أخ الغيور انا اسف للمقاطعة، انا عارف ان عندك معلومات اسلامية كتيرة جدا، بس خلينا نرجع تاني للموضوع بتاعنا. عن احنا كنا بنتكلم عن مصادر الوحي، واتكلمنا عن فكرة هل الوحي المتقطع او متواصل. عندنا لان الوقت كمان احنا عايزين نخلص. لا من غير اسف ولا حاجه، انا بس عشان نرجع للموضوع تاني. انا عارف معلوماتك كتيره، لكن احنا عندنا دلوقتي السؤال الثالث اللي هطرحه على الكل واللي عنده مداخله فيه. طبعا ابدا بالاخويا كريم، على اساس ان هم ادونا 15 دقيقه من كرامهم 15 دقيقه، فخلينا كده نتكلم عن هل تكرار الكلام من الوحي
أم نقلة من كتب أخرى؟ فهاخد مداخلات. هبدأ بالأخ كريم لأنه هو اللي عدد البرنامج، وبعد كده لو حضرتك أو الأخ حسين عنده أي مداخلة في الموضوع ده يبقى نتكلم فيه. بس خلينا دايما في البس. أنا عارف المعلومات الإسلامية كتيرة جدا جدا ونقدر نسرد كتير، وانت عندك معلومات كتيرة، لكن خلينا بس نحاول نخلص الموضوع. اتفضل الأخ كريم. ناخد السؤال الثالث، هل تكرار الكلام من الوحي أم نقلة من كتب أخرى؟ أنت ميوت أخ كريم. أنا آسف. بالتأكيد من كتب أخرى، هناك 16 آية من رسائل بولس الرسول موجودة اليوم بالقرآن، القرآن أخذها بدون لا يذكر لنا المصدر، وأنا عندما أقرأ هذه الآيات اللي هي اليوم اسمها آيات قرآنية ولكن هي موجودة في رسالة بولس الرسول، أتساءل أنا شو فايدتها هذه الوحي؟ إذا أنا أريد أقرأ هذه هي موجودة في كتاب في رسائل بولس الرسول ال14، موجودة هذه الآيات في رسالة روميا، في غلاطية، في كلوسي، أروح أقرأ منها. ليش نكرر الكلام مرة تانية؟ هو حشو كلامه خلاص. صورة الفيل بالكامل موجودة قبل الإسلام، أهل الكهف بالكامل موجودة قبل الإسلام، حتى المعوذتين، حتى صورة الكرسي أو آية الكرسي اللي في صورة البقرة، آية الكرسي اللي المسلمين يقولون إذا أحد قرأ آية الكرسي له ثواب ثلثين القرآن، يعني كأنه ختم 75%. يعني إذا قرأ هاي الأربع آيات اسمها آيات الكرسي، هذه موجودة عند اليهودي وموجودة في سفر أشعياء وموجودة في مصادر يهودية في التلمود منها. نقل الكلام من كتب أخرى ليس وحي، هو ينقل بس يسمع وينقل. لهذا السبب نفس المشركين قالوا لمحمد إنك أذن يعني تسمع. محمد ماذا قال؟ قال أنا أذن صح بس بصالحكم، أنا أذن أنقل لكم الأخبار الكويسة. يعني هو كان يشتغل مراسل للناس، يعني إخباري بيجيب أخبار مش أكثر. يعني لو جبنا الآيات اللي محمد سرقها من الكتب الثانية من الحرانيين، الصوم والصلاة، الوضوء والصيام والوضوء والصلوات الخمسة من الزراتشتية، قصة أهل الكهف في مصادر مسيحية، رسائل بولس الرسول 14 آية أخذ منهم، لو جمعت كل هذا هاي الآيات وحطتهم على جنب، جميع الأمور الإخبارية اللي تأتي بخبر تتكلم على سماء ولا أرض ولا نجوم ولا جبال كلها منقولة من كتب تانية. يبغى شو عندك؟ يبغى عندك الآيات إن رسول الله خلف فلان ورسول الله تزوج فلان ورسول الله جاب فلان، هذا هو. فتكرار الكلام لا يثبت إنه وحي، تكرار الكلام يثبت إن هذا الشخص ينقل من كتب تانية. نقل قصة يوسف من سفر التكوين مع بعض التغييرات، قصة نوح من سفر التكوين، طوفان من سفر التكوين، سدوم وعمورة من الكتاب المقدس بالعهد القديم. نقل من الكتاب المقدس آيات كثيرة وأحاديث كثيرة ليس فقط في القرآن. تخيل وراح ممكن يعني بعض الناس، لا أقول كلهم، بعض الناس أول مرة يسمعونها، صلاتنا الربانية اللي قالها الرب يسوع المسيح موجودة في البخاري، أولها مكتوب قال رسول الله، قال رسول الله أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك، بس طبعا لم يقول أبانا، قال الله الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك. ما هي موجودة بالإنجيل، ما هي الصلاة المشهورة ليس فقط بالإنجيل، بل المسيحيين كتبوها على الشجر وعلى الحجر وعلى معابدهم وكنائسهم وموجودة بكل مكان. يعني لماذا محمد نقلها وكتب عليها بالأول قال رسول الله عن فلان عن فلان عن فلان سمعت قال رسول الله؟ يعني اللي قال هذا الكلام المصدر الأساسي محمد كذاب. شو قال رسول الله؟ هي موجودة بالإنجيل والإنجيل موجود في بيت محمد. لهذا نجد حديث يأكد هذا الموضوع اللي هو زيد بن ثابت اللي أخ حسين قبل شوي ذكره. زيد بن ثابت قال له رسول، يا زيد، قال له نعم، قال تأتيني كتب من أناس لا أريد أحد أن يعرفها، هل تستطيع تترجمها؟ قال يا ما هي لغتها يا رسول الله؟ قال العبرانية والسريانية، يعني العهد القديم والعهد الجديد، عبرية وسريانية مخطوطات للكتاب المقدس أو لغة الكتاب في ذلك الوقت، فترجم هذه الكتب لمحمد ومحمد خذ منها. فما في وحي، وتكرار الكلام يدل أنه مش وحي، تعدد انقطاع الوحي يدل أنه مش وحي، الكلام اللي موجود في كلام الوحي اللي جاء به لمحمد يدل أنه مش وحي، لأن يتكلم في أمور عامية من خلاقات زوجات محمد، يتخانقن في بيته، كسرت عائشة، كسرت الصحون بالمطبخ، نزل وحي قال حفصة أنت غلطانة والعنيها أربع لعنات وهذا الكلام كله. يعني خناقة بيته، وأنا شو اللي دعوة الوحي دخل غصة
مع كل مسلم ناس عنده مشاكل بيوتها وصير مشاكل، يعني هل لازم واحد يساعد نازل؟ الآيات اللي موجودة تتكلم على محمد وتأمر محمد وتأمر المسلمين لبيوت محمد، ما تدمش محتاجة وحي، لأن الرسول مات الآن. ماذا نعمل بهاي الآيات؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. حاضر، أنا بالفعل لو غير هاي الآية لا أندل بيته ولا أعرفه ولا أمجد بيته فين، وعمري ما سافرت للسعودية ولا راح أدخل بيته. حاضر، طيب الآية شو لازمتها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا. آية ثانية، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا سألتوه. طيب مش موجود، نسأل مين دلوقتي؟ هو مش موجود الآن. الآية حاطينها نعمل بها أمور خاصة داخلية بينك وبين صحابتك، مشاكل كتبتها آيات وقلت هذه آيات نازلة من السماء، فهي تكرار الوحي يدل أن هذا تكرار الكلام يدل أنه ليس وحيا من الله، بل نقول من كتب ثانية، وهذه الصحابة أيضا شاهدوا على هذا الموضوع. تفضل جناب الله. والحقيقة يعني في مش بس الكلام المكرر، لكن كمان اللغات الغريبة اللي موجودة في القرآن، الكلمات الأعجمية اللي في القرآن، رغم ان هو يعني بيقال على القرآن ان هو كتب بلسان عربي. فممكن واحدة من الحلقات اللي تشرفت ان اكون موجود فيها معاك، هل القرآن كتاب عربي مبين؟ فاحنا بنشوف ان فعلا تكرار الكلام لا يدل على واحد، لكن بيدل على واحد يعني في الابحاث العلميه. اخ كريم، لو انت اقتبست من كتاب ولم تذكر اسم المرجع اللي انت اقتبست منها بيسموها سرقه. سرقه ادبيه. فطبعا أنا بضحك لأن أنا كل ما أقول سرقة، طب إيه المشكلة؟ ما القرآن الرسول الإسلام أباح السرقة. يعني وهو اللي عمله كله بتكوين العصابة وفكرة الصعاليق اللي هو كونهم وكان هو زعيم للصعاليق، ما هي سرقة. فأنا لما أقول سرقة، هو اللي بيسرق وبيهجم على الحملات التجارية مع عصابة من الناس هيدور على السرقات العلمية. لكن ده بيؤكد أن القرآن، يعني أنا عادة كمان بشوف أن القرآن يدمر نفسه بنفسه. يعني القرآن نفسه بيؤكد، يعني أنا مش محتاج أدلة من بره القرآن عشان تقول لي أن القرآن ليس كلام الله. ويمكن أنا ذكرت في البداية فكرة التبديل وفكرة اللي بينساه رسول الإسلام، لكن كمان فكرة النسخ نفسها قصة بتدمر فكرة أن القرآن كان في اللوح المحفوظ. لأن المسلم بيتكلم عن القرآن كان في اللوح المحفوظ، طب أي آيات كانت في اللوح المحفوظ؟ هل المنسوخة ولا الناسخة؟ هل المنسية ولا اللي جاب أحسن منها؟ فدي أسئلة كتيرة كمان لإخواتنا المسلمين. طب أنا بس عشان الوقت أخد مداخلة أخويا حسين وأخد مداخلة أخويا الغيور في السؤال ده، هل تكرار الكلام في القرآن بيدل على انه وحي ولا بيدل على انه هو متاخد من كتب اخرى او سرقات لو احنا قدرنا نقول؟ شوف احسنت قسيس، في نقطه اشوف شوف بالقران لازم في نقطه، القران انكر كثير اشياء من الدعوات اللي دعوها على محمد. انا عندي بس هاي المداخله هذا الموضوع. قالوا مجنون، القرآن قال وما هو بمجنون، قالوا ساحر، قال وما هو بساحر، قالوا كاهن، قال وما هو بكاهن، قالوا كذاب، قال وما كذب الفؤاد. ولكن يعني نكر، قال وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن ولا ساحر ولا كذاب ولا مجنون. لكن لما قالوا إنما يعلمه بشر ما نكر، ركزوا على هاي النقطة، ذني نكرهم. ولكن ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ما قال وما يعلمه بشر أبدا. لم ينكر القرآن أن محمد يتعلم من بشر، وهذا القرآن من أساطير الأولين. ما قال وما هو بأساطير الأولين، قالوا له مجنون، قالوا ما هو صاحبكم بمجنون، قال الشاعر، قالوا ما هو بشاعر، قالوا ما تؤمنون.
قالوا كاهن، قالوا ما هو بقول كاهن، قالوا شاعر، قال ما قول شاعر، لكن لما قالوا يعلمه بشر ما نكر، قال أساطير الأولين ما نكر، ما قال وما هو بأساطير الأولين، ولا قال ما هو ما هو ما قال وما يعلمه بشر، أبدا ما قال هيك. قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. يعني شنو اللي تقولون يعلمني؟ هم أعاجم وهذا القرآن عربي، طيب عادي يعرفون عربي ويعلموك، أو أنت تعرف لغتهم، حتى لو يكون مش كامل لغة عربية تفهم عليهم، وهو الدليل هم عايشين معاك وانت كنت تحكي معاهم. مثلا هو يقصد على الراهب بحيرة ويقول على سلمان الفارسي، طيب سلمان الفارسي إذا ما تفهم علي أنت كيف كان عايش معاك صديقك الصحابي؟ يقول أنت تقول الوحي يأتيني بالفارسي، وهم قالوا اللي اتهم به سلمان الفارسي وبحيرة الراهب وبلعام وعداس، طيب شلون راحت لهم خديجة تتكلم معاهم وتسألهم عن محمد إذا ما كان يفهموا تفهم على لغتهم إن هم أعاجم؟ يعني هو فقط قال ذولا أعاجم والقرآن عربي، هذا تبرير سخيف، وهذا وذا يعني يعطيك القصة وأنت تكتبها بطريقة شعرية، حتى لو هو ما يتكلم عربي 100% يتكلم 50% يعطيك القصة وأنت ترتبها. فالقرآن لم ينكر لما قالوا له أنت تتعلم من البشر، أبدا ما نكر القرآن. هاي بس النقطة اللي تنبه عليها. على النقيض أخويا، شكرا أخويا حسين لمداخلتك. على النقيض، على سبيل المثال، إحنا بنتكلم على ما أخذ القرآن من كتب أخرى ومن ديانات أخرى، وهي كثير، ويمكن تقريبا تكلمنا في الموضوع ده قبل كده تحت عنوان حل القرآن العربي المبين. لكن تعالوا نشوف كمان حاجة من الحياة اللي على نقيض ده. الرسول بولس في سفر أعمال الرسل الأصحاح 17 لما راح أثينا واجتاز بين المعبودات ولجأ آلهة كتيرة أصنام في أثينا، وبيقول الكتاب أنه لما عمل كده بيقول وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما، فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين. لو رحنا العدد من عدد 22 وهو بيقول لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلون هذا أنا أنادي لكم به. أنا عندي وقفة هنا لإحداث الفرق، يعني لأن إخواتنا المسلمين يشوفوا الفرق. عندما رأى بولس أن المدينة مملوءة أصناماً لم يعبد آلهتهم، لم يمدح آلهتهم زي ما عمل الرسول وقال اللات والعزة ومنات الثالثة، وبعد كده في سورة النجم لما قال تلك الغرانيق العلى وأن شفعتهن لترتجى، وده طبعاً اتشالت. المهم الرسول بولس بيقول لهم إيه؟ الإله اللي انتوا بتجهلوه أنا هنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا، إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مساكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيد، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعد شعرائكم. النقطة اللي أنا عايز أقولها هنا، لما الرسول بولس اقتبس شعر يوناني من شعرائهم ذكر المصدر، قال كده كما قال بعد شعرائكم. الرسول بولس هنا بيناديلهم بالإله، بيعرفهم مين الإله، وهو بيعرفهم مين الإله اقتبس بعض أبيات الشعر أو بيت شعر
من شعرائهم عشان يؤكد الحقيقة اللي بيقولها، أننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعراء. هنا الأمانة العلمية لما بيتكلم. الحاجة الثانية هنا كمان، إزاي توصل رسالة لناس بيعبدوا أوثان؟ مش إنك تعبد الأوثان معاهم، لكن تعرفهم بالإله الحقيقي. ويمكن ده أخويا العزيز كريم اللي بنعمله في برنامج الشريعة والنعمة وبرامج كل الأرامية، حتى وإحنا بنستخدم القرآن والآيات القرآنية أو الأحاديث عشان نقول لإخواتنا المسلمين رسالة، أن ما تؤمنون به هو بعيد كل البعد عن الحق وبعيد كل البعد عن الإله الحقيقي. لو عايزين الإله الحقيقي هو موجود، ليس بعيد عنك بل هو قريب منك. مش بس كده، ده هو اللي بيدور عليك عشان يجدك، لأنه يبحث عن كل ضال. أنا مش عايز برضو أطول تاني، لكن معايا أخويا البشموري وجاي لنا متأخر النهاردة، لكن هاخد البشموري وبعد كده أخد أخونا الغيور، لأن كمان إحنا يعني عدينا الوقت، إحنا عدينا ربع ساعة، لكن هناخد المداخلات دي وبعد كده الرسالة الروحية. مش عارف أخويا كريم أنت عايز وقت أكتر من كده ولا نختم بعد لا نختم بس نسمع بشموري ما إحنا نسمع بشموري ونسمع الغيور ونسمع حضرتك وبعد كده الرسالة الروحية. طيب حياكم الله غياب أخويا كريم وجناب الإس وكل الموجودين في البث، حياكم الله. الله أنا لقيت شبه كبير أوي ما بين الله أكبر في القرآن وما بين عبد الفتاح الأسري في فيلم ابن حميد، هو نفس التشابه. يعني الله أكبر في آية قرآنية يقول لا مبدل لكلام الله، كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبد حنفي، وإذ بدلنا آية مكان آية، يا الله أكبر أنت لحقت رجعت بكلامك، وهكذا. يعني كثير من الآيات الله أكبر يقول لا مبدل لكلام، يا عم ما تثبت على رأي، اثبت على رأي فتح هناك ومسلمين. كلام القرآن مش بس الله أكبر بيكرر، ومش عارف هنعمل ايه في اللوح اللي فوق اللي يطلع جبريل يجيب من اللوح اللي فوق يدي اللوح اللي يدي النبي تحت يدي له كلام مكرر وفي غلطات. يعني بيقولوا التكرار يعلم الشطار، بلاش حاجة تانية. الله أكبر بيكرر بيغلط في التكرار، يعني ينقل هيها الآية موجودة في ثلاث صور مثلا ويغلط في الإعراب، يعني يقول الصابئين ثلاث مرات، يعني مرة يقول الصابئين ومرة يقول الصابئون، يعني بتنقل غلط كمان، يعني انت بتكرر وكمان بتكرر غلط. ده غير البلاوي السوداء في القصص بتاعت الأنبياء. يعني يقول لك أحسن إن قصصنا عليك الأفضل القصص، أفضل القصص نروح نشوف على البلاوي السوداء اللي في قصص الأنبياء. يعني الحج اللي هو أبو جمل، الحج صالح اللي هو مع ناقة، يقتلوا الناقة بتاعته قوم، ماشي ألف كعب داير في 22 صورة في القرآن عشان ألم قصة الحج صالح والناقة بتاعته، ولاقيه كل مرة في كل صورة يقول قتلهم بشكل غير التاني، ومرة يقول قتلهم كلهم، ومرة يقول قتل اللي كفروا اللي قتلوا الناقة بس، مرة يقول لي ده أنا قتلتهم بالصاعقة، ومرة دمدم عليهم، وكله في القرآن. يعني 22 صورة كل مرة تلاقيه، هم مش عارف هم طالعين بكذا دور، ولا الله أكبر مسطول سكران كتب القرآن مش عارف هو قتلهم إزاي. يعني مرة دمدم عليهم، ومرة بالطاغية، ومرة بالصاعقة، ومرة بالزلزلة. يا عم انت قتلتهم ازاي؟ ولا هما كل ما يموتوا بسبعة ارواح؟ يعني ده غلبوا القطط. فإن الله وإن إليها راجعون. بصراحة مسلمين موقفكم صعب قوي، يعني القرآن لا يساوكم، يعني ضعفتوا الأحاديث ورميتوا البخاري بعد ما كان أصح كتاب من بعد كتاب الله، مع الأسف القرآن نفسه اتصلح. يعني فالحقوا نفسكم مسلمين. أشكركم المايكري. شكرا لك أخويا الغيور، معاك المداخلة، وبنتكلم على فكرة نقل رسول الإسلام من الكتب، هل ده يبقى وحي ولا مجرد تكرار للكلام أو سرقة من الكتب؟ فضل معك. طيب شكرا لك أخويا الحبيب، ربنا يبارك حياتك. وفي الحقيقة يعني
برا العجب وكل العجب. انا عايز اوجه بس رساله لاخوي المسلم، احنا مش بننتقدك او بنستهين بمعتقدك، لكن بندعوك للتفكير. يعني مثلا لما نلاقي قصه ادم وردت في القران 25 مره بدون تفاصيل زياده او نقصان، لكن بنجدها في الكتاب المقدس، بنلاقيها بنجدها كامله. الغريب بقى ان احنا لما نلاقي مثلا قصه نوح وهي وردت اكتر من 3 مرات او اكتر، يعني انا بكلم الذاكره كده مش محاضر احصائيه يعني. لكن العجيبه لما علق عليها القران يقول لك وذلك ننبئك من انباء الغيب، وذلك ننبئك من انباء الغيب. هي قصه نوح كانت من انباء الغيب؟ ده احنا حتى لما بندرس النهارده في الحضارات القديمه وبنقعد لقيناها في الحضاره البابليه وفي الفرعونيه وفي في كل الدنيا كلها، الدنيا كلها كانت عارفه الموضوع ده. لكن هؤلاء الناس كان بالنسبه لهم انباء الغيب، لكن بالنسبه للحضارات الاخرى والثقافات الاخرى لا، كانت موجوده. ودي دعوه يعني بدعوها للاخوه الاحباء المسلمين، لو حد حابب ان هو يسال اي سؤال في المسيحيه نكون سعداء بيه جدا. ويعني بيكون موجود معايا في البث يوم الاحد والاثنين والثلاث، ابتداء يعني من الساعة 11 بتوقيت مصر، القمص عبد المسيح بسيط استاذ اللواء الدفاعي، وحاليا بنناقش مثل هذه المواضيع. ولو حد عنده اي سؤال في المسيحيه نكون سعداء جدا بيه. طبعا انا عشان خاطر بس وقت الحلقه اخويا الغالي، انا مش عايز اخد منكم كتير، لكن هي لو في كلمه في الاخر. اخي المسلم، نحن نحبك ونحن نريد الخير لك، نحن نتمنى لك حياه افضل. اكيد انت في الاسلام انت مقتول، انت مقتول بحد الرده، انت مقتول بترك الصلاه، انت مقتول بكل شتى الوسائل، انت خارج عن الاسلام، انت من المبتدعه، انت من كده، انت مقتول. الله لا يريدك ان تموت من اجله. المسيحيه تقول ان الله جاء لكي يفتديك ولكي يخلصك. نحن نريد لك الخلاص، نريد لك حياه افضل، لانه كذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياه ابديه. شكرا لك اخو الغالي، ومش عايز اخد وقت البرنامج كتير يعني، ربنا يبارك حياتك. شكرا اخونا الغيور، ربي يباركك ويستخدمك. وطبعا بنشجع الناس اللي عندها اسئله عن المسيحيه يتابعوا اخونا الغيور، ربنا يبارككم، واحنا بنصلي من اجل كل برنامج بيقدم كلمه الحق. طيب هرجع طبعا لاخويا كريم، وبعد كده ناخد كلمه، هختم كلمه روحيه ومع الصلاه. اخويا كريم اتفضل. واعتقد معنا من الاراميه، اعتقد دكتور باسم او شخص من الاراميه معنا. طيب نعم. على الناد دلوقتي. اوكي، سلام المسيح لكم عزيزي اخ كريم وقس ثابت. سلام المسيح ليك يا دكتور. شكرا. انا بس حبيت يعني اقول جمله واحده، انه الاسبوع القادم لمده 6 ايام من يوم الاثنين الى يوم السبت راح يكون عندنا ماراثون كبير وطويل، متكون من 10 برامج على التيك توك والفضائيه، وعنوان الماراثون للاسبوع القادم هو ما بين حفظ الكتاب المقدس يعني سلامته وتحريف القران. اوكي، راح يكون عندنا حوالي 20 متكلمين، ويا ريت المخرج يطلعنا الصوره للماراثون والصور اللي بي مع المتكلمين إذا بها مجال المخرج إذا يطلعنا. بس أنا أشكر الرب من أجلكم أنتوا كلكم وكل الذين طلعوا في هذه الحلقة، شكرا. وحتى إذا المخرج يطلع الصورة بعدين ما يهمني، لأنه بس على مود المشاهد يشوف من هم المتكلمين ذول 20. أكو 2-3 ما موجودين بهذا السلايد. أشكركم والرب يبارككم. Thank you.
شكرا لك يا دكتور، رب يباركك، وبنأكد تاني على الماراثون عن تحريف القرآن وسلامة الكتاب المقدس، مجموعة برامج قوية بتبدأ تقريبا، بتبدأ من بكرة، من تقريبا أو بتبدأ من يوم الاثنين تقريبا أخ كريم، يوم الاثنين نعم بداية الأسبوع، تبدأ من يوم الاثنين وتستمر لغاية نهاية الأسبوع. تابعونا، رب يبارككم ويستخدمكم. طيب أخويا كريم معاك الكلمة. شكرا لك غستابت، وشكرا لكل الحبايب اللي دعموا البث واللي دعمونا أيضا واللي كبسوا واللي شاركوا معنا. رب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة. والرسالة هي الحبايب المسلمين، احنا مش ضدكم يا أخواننا المسلمين، احنا ما بنكرهكم، احنا بنحاول نجمع لكم مواضيع كثيرة جدا حول القرآن والإسلام لكي يكون عندكم تأكيد أن هذا الدين ليس من الله من كل الجوانب، من قصة الوحي، من قصة قرآن محرف، من قصة ضياع القرآن، من قصة الإرهاب، من قصة الصحابة قتلوا بعضهم البعض، من قصة نبوة محمد. ونصلي أن الرب يسوع المسيح يلمس قلوبكم وتعرفون الحقيقة وتتركون هذا الدين. أنتم ليس لكم ذنب أنكم ولدتم في عائلة مسلمة، ولكن الآن صار عليكم ذنب لأنكم سمعتوا والآن عرفتوا الحقيقة. فالآن إذا ما تركتوا الإسلام وبغيتوا مسلمين راح تتحملون الذنب، ولكن كولادتكم بالإسلام ليس عليكم ذنب كمولود في عائلة مسلمة، وأنا أيضا كنت من ضمنكم يعني مولود في عائلة مسلمة. ولكن عندما قرأت وبحثت وفحصت وجدت أن هذا الدين لا يمكن يكون من الله، ولا يمكن يكون يوجد طريق آخر غير طريق الرب يسوع المسيح، لأنه قال عن نفسه أنه هو الطريق والحق والحياة، وليس فقط كلام مكتوب على ورق، نؤمن به في أمور حصلت وأمور عملية الرب يسوع المسيح عملها، منهم أموات أقامهم بين الأموات، ومنهم ناس ميتين الرب يسوع المسيح أعطاهم حياة، وأقام نفسه أيضا بين الأموات لكي تكون لكم حياة بعد الموت. الله بيحبك يا عزيزي المسلم، الله بيريدك تتوب وترجع إلى الطريق الصحيح. هذه هي رسالة المسيح وهذه هي رسالة الآرامية. بعض الأوقات ندخل في أمور مثل الإسلامية ولكي نوضح لك أن هذا الإسلام لا يمكن يكون من الله. الآرامية تتكلم بكلام المشايخ لا يتكلمونه لكم، الآرامية تتكلم بكلام المشايخ ما بيغلونكم إياه، الآرامية تفتح الخطوط لكم لكي تتواصلون معنا، المشايخ ما بيفتح لكم خطوط. ادخلوا على التيك توك، ادخلوا على مواقع تانية، على التلفزيون برامج يتكلم الشيخ حتى رقم تليفون ما حاط، أسئلة ياخذ بالواتساب على الرقم، كتابة رسالة يعني، أي سؤال يعجبه يغرى، السؤال ما بيعجبه ما بيغرأ. أنا من ضمنكم كتبت أسئلة كثيرة جدا، طلبت المشايخ يطلعوني، وحتى على التيك توك بالليل افطر عليهم يطلب منهم المايكات، ما بيعطونا مايك ولا بيعطون أي واحد، حتى مسلم ما بيعطونه مال إلا اللي يعرفونه وعارفين ماذا يتكلم أساسا. الآرامية تفتح لكم الخط بالكامل، ليش؟ لأن في حق وفي باطل. الآرامية تمتلك الحق، تريدكم تعرفون هذا الحق، مشايخكم تمتلكون الباطل للأسف الشديد، وهم هربانين من الواقع اللي تعيشون أنتم. يتكلمون معكم في أمور بسيطة وأمور عاطفية وتخدير العقول، ما بيدخلون بالأمور الصعبة اللي موجودة بالدين الإسلامي. فالآرامية تكشف هذه المواضيع لكم، ليس لأنها تكرهكم، بالعكس لأنها تحبكم. نحبكم، نصلي من أجلكم، نريدكم تتوبون وترجعون إلى الله. إذا رجعتوا إلى الله ما بتزودون عدد المسيحيين ولا بينقص عدد الإسلام أعتقد، ولكن تضمن حياتك. هذا ما قاله المسيح، ماذا ينتفع الإنسان إذا ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فالله ما بدك تخسر نفسك يا عزيزي المسلم. نصلي من أجلك ونحبك، والرب يسوع المسيح يحبك، وهذه الرسالة هي رسالة ممكن تكون شوي جارحة، ممكن تكون رسالة صعبة، بس هي لخيرك يا عزيزي المسلم وليست ضدك. الرب يبارك حياتكم جميعا. شكرا أخويا كريم، شكرا من أجل الإعداد الرائع للحلقة، من كل الأفكار شكرا لكل الأخوات اللي كانوا مشاركين معنا، نفتكر أخويا حسين العراقي، أبو أحمد البشموري، الأخ الغيور، مش عايز أنسى حد. لو ناس حد فكرنا كريم، لكن احنا بنشكر كل اللي كانوا معانا في مداخلات النهارده. الرب يبارككم ويستخدمكم. انا عايز بس اقول كلمه عن الوحي الحقيقي مقابل ادعاء الوحي. في رساله بولس الرسول الى تيموساوس الثانيه اصحاح 3 بيقول كده الرسول بولس لتيموساوس: وانك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادرة أن تحكمك للخلاص.
بالإيمان الذي في المسيح يسوع، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. أول حاجة، هدف الكتب المقدسة هو خلاص الإنسان. الكتاب المقدس كله يتحدث عن الإنسان، فالله خلق الإنسان وأعطاه الحياة. فقد الإنسان الحياة بالسقوط، بالضياع، بخداع إبليس وتضليل إبليس للإنسان، فكان إبليس هو المضل. فأخويا البعيد عن المسيح إلى الآن، هناك أشياء كثيرة تضللك، وحي كاذب، ادعاء وحي، كلام باطل، كمان يدعون أن إله يضل والشيطان وحده هو المضل. أما الكتاب المقدس الحقيقي، يقول الكتاب هنا ورسول بولس أن هدفها أن تحكمك للخلاص. فأنا بطلب من إلهي أن يملأ قلبك بكل حكمة حتى تستطيع أن تعرف الحق فيحررك الحق. هنا كمان بيقول هدف الوحي، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، يعلمك طريق الحياة ويعلمك طريق الخلاص ويعلمك الحق الذي قال عن نفسه أنا والطريق والحق والحياة، ويوبخك ويؤدبك إن سرت في طريق الشر أو طريق الشيطان، منتظرا منك العودة والرجوع إلى إله الحياة شخص ربنا يسوع المسيح. فهو الآب الذي يقوم أبنائه ويؤدب أبنائه حتى يرجعوا ويتوبوا. ده الهدف الأساسي. في حد تقريبا في حاجة مختلطة كده، في صوت من داخل الأرامية، يا ريت تكمل. مش عارف لو الأرامية عندهم صوت يكفله لنا شوية على البرامج. فهو يحبك كآب، يعلمك كآب، يوبخك عندما تخطئ ويؤدبك حتى تسلك في طريق البر، لكي تكون إنسان الله الكامل المتأهب لكل عمل صالح، حتى نكون كاملين كما أن أبانا الذي في السماوات هو كامل. عزيزي، زي ما قال أخ كريم، هدفنا هو حياتك، وهدفنا أن احنا نوريك طريق الحياة، وما فيش طريق للحياة بعيد عن الرب يسوع المسيح. فبصلي أن تكون رسالة الحياة قد وصلت إليك. خلينا نختم حلقتنا بالصلاة، وبشكرك أخويا الكريم. أبانا السماوات تفضل. نعم تفضل. بس نذكر المشاهدين هذا الإعلان اللي موجود على الشاشة، هو هذا الماراثون، هذا هو الماراثون اللي موجود حبايبي على الشاشة. فرجاء أن هذه الصفحة موجودة، ممكن تدخلوا على ويب سايت قناة الآرامية وتشوفوا المشتركين في الماراثون ما بين صحة الكتاب المقدس وتحريف القرآن. هذه الأحباء والضيوف راح يكونوا موجودين معنا الأسبوع المقبل. الرب يبارك حياتك جناب الغز، تفضل. أمين، شكرا أخويا كريم. أبانا السماء، من كل القلب بشكرك من أجل الحياة التي أعطيتها لنا. أعطتنا الحياة في الخلق، فخلقتنا على صورتك كشبهك لنكون في البر والقداسة. وعندما سقطنا رب، وعدتنا بالخلاص الذي في المسيح يسوع. فنشكرك ربنا من أجل هذا الخلاص. بنصلي ربنا بركة من أجل قناة الأرامية، من أجل أخويا كريم، من أجل كل اللي كانوا مشاركين معنا في الحلقة. بصلي ربنا من أجل إخواتنا المسلمين أن تفتح عيونهم فيعرفوا أن الوحي هدفه خلاص الإنسان، والرسالة هدفها خلاص الإنسان، فيأتون ويعرفونك أنت ربا ومخلصا. في اسم المسيح، آمين آمين. شكرا أخويا كريم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، ورب يبارك حياتك. آمين، الرب معك.